بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع له ارتباط بالعقيدة والإيمان، إنه مفاتيح الغيب. ربنا عز وجل تحدث عن مفاتيح الغيب، والإنسان منذ القدم كان يبحث عن امتلاك مفاتيح الغيب، يريد أن يتعلم هاجس الغيب وما ينتظر هذا الإنسان في المستقبل، وحاول جاهدا منذ القدم لكي يتعرف عن هذه المفاتيح. لكن رب العزة يقول في كتابه العزيز: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الإنسان هذا الكائن الغريب الذي يبحث عن السعادة، ويبحث عن السلطة، ويبحث عن امتلاك زمام الأمور منذ القدم، سيطر عليه هاجس علم الغيب والسيطرة على المستقبل. هذا الأمر شغل عقول الناس ومخيلاتهم، كل منهم يبحث جاهدا لفك طلاسم المستقبل دون جدوى. القرآن العظيم يحدثنا عن الجاهلية ما قبل الإسلام، حيث كان الكهنة يجتهدون لمعرفة الغيب، واستعملوا عدة أساليب للوصول إلى هذا الهدف. فجاء الإسلام باعتباره عقيدة تصحيحية ونور رباني، جاء ليبطل تلك العقائد والأفعال الفاسدة، ويؤكد بأن علم الغيب هو عند الله وحده لا شريك له. وقد بين النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن الكهانة، وهي حرفة يقوم بها الكهان، هي من أمور الجاهلية، وحقيقتها أن الشياطين كانت تسترق السمع على الملأ الأعلى حين يكتبون مقادير الخلق. فالملائكة في السماء تكتب مقادير الخلق، والشياطين عندها قدرة على استراق السمع، فتأتي بالأخبار إلى الكهنة. ولهذا الله عز وجل أمر الشهب والنيازك بترصد تلك الشياطين العابثة واستهدافها بسهام الحق. وهكذا نحن نرى في السماء شهبا تتقادف من حين إلى حين بأمر ربها، وهذا فيه إعجاز علمي لحقيقة تلك الشهب وتلك الأفلاك والنيازك السابحة في الفضاء. إنها جنود من جنود الله الذي وحده يمتلك أمور الغيب، أما الشياطين فقد يسترقون السمع ويلتقطون الأخبار ويقذفونها في أذن أوليائهم من الإنس والجن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهنة والمنجمين والعرافين، وأخبر بأن الذي يصدق هؤلاء لا يقبل الله منه صلاة 40 ليلة. فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رب العزة أطلق صفة المفاتيح تشبيها لها بالكنز الدفين والمحفوظ في صندوق لا يفتح إلا بمفاتيح خاصة لا يملكها إلا الله. مفاتيح الغيب
هي 5 مفاتيح. أولها علم الساعة التي لا يعلم وقت حدوثها إلا الله جل علاه، وطبعا لها أمارات وعلامات. ثم بعد ذلك من مفاتيح الغيب الغيث، الأمطار التي تنزل من السماء لا يعلمها إلا الله، يعلم وقت نزولها ومقدارها. ثم من مفاتيح الغيب أن الله جل علاه يعلم ما في الأرحام، يعلم رزق المولود وأجله وشقي أو سعيد. كما أن من مفاتيح الغيب أن الله عز وجل يعلم حياة وموعد موت كل إنسان وانتهاء حياته. فسبحان الله الواحد الأحد علام الغيوب، عنده مفاتيح الغيب. هذا الأمر يعني أن هذا العلم محصور في علم الله سبحانه، لا يطلع عليه أحد، وعنده مفاتيح الغيب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. سيدنا محمد نبي يوحى إليه، ومع ذلك لا يعلم ما في غد. وربنا عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سيدنا نوح عليه السلام الذي كان من المعمرين لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك هو لا يعلم الغيب، وقد أكد على ذلك مرارا. قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذا نبي الله نوح ينفي على نفسه معرفة الغيب. بل حتى سليمان عليه السلام النبي الذي سخر الله له الجنود والعتاد وسخرت له الشياطين من الجن والعفاريت والريح وعلم منطق الحيوانات، ومع ذلك نجده يتحدث عن ذلك الهدهد الذي جاءه بخبر الملكة بلقيس التي كانت تحكم اليمن. حينما غاب الهدهد وغضب سليمان جاءه الهدهد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد هذا الحيوان عنده من العلم ما ليس لسليمان عليه السلام وهو نبي ومعظم قدره عند الله. إذن أيها الأحباب الكرام، خلاصة الكلام أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه، لكن قد يطلع عليه بعضا من الملائكة أو من رسل الله بأمر الله، كما جاء في الحديث: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. وقال أيضا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا الغيب قد يكون محدودا في قضية مرتبطة بالوحي الإلهي الذي يأتي من السماء. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيد الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. فمفاتيح الغيب حينما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله عز وجل هو الذي يعلم هذا الغيب وعنده المفاتيح، وهي وكأنها مغلقة، كأنها خزائن ومخازن لا أحد يستطيع أن يصل إليها، لأنه لا يملك تلك المفاتيح التي لا يعلمها إلا الله. لكن قد يقول قائل: اليوم قد تطور العلم، ولاحظنا بأن في بعض الدول يطلعون على الأمطار وينزل الغيث، الناس يستمطرون السحب، الناس في بعض الدول عندهم طائرات نفاثة يحركون السحب إلى المكان الذي فيه الجفاف، ثم يضربونها بصواريخ فتمطر الأمطار. فهل هذا هو من تنزيل الغيث يقوم به البشر؟ كلا، هذا قد يشوش على بعض الأفهام، وإنما الله عز وجل هو الذي سخر إما تلك السحابة أو تلك الرياح أو ذلك الإنسان لكي ينزل المطر في ذلك المقام. فالله الذي خلق المطر وهو الذي دفع به إلى تلك المنطقة لينزله بالكمية المناسبة. وكذلك حينما يقول الله تعالى: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام؟ اليوم نلاحظ بأن بعض الناس يذهبون عند الأطباء فيعرفون حقيقة ما في الرحم، هل هو ذكر أم أنثى، ويعرفون حقيقة هذا الجنين حتى شكله ولون عينيه وغير ذلك. هذا هل هو يعد أيضا من علم الغيب؟ ليس كذلك، فقد جاء في الحديث أن الملك عند الأربعين يعرف شأن الجنين. الملك حينما تكتمل تلك البويضة بعد 40 يوما يأتيها ملك من السماء فيعرف حقيقتها، يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ ويقول: يا ربي ما شكله، ما لونه، هشقي أم سعيد، ما أجله، ما رزقه. إذن الملك اطلع على جزئية من غيب هذا الجنين. والناس بحكم علمهم ومعرفتهم كانوا يتحدثون عن حقيقة الذكر أو الأنثى. مثلا إذا رجعنا في تفسير القرطبي وهو يحكي لنا أيام زمان، أن الناس كانوا يقولون بأن المرأة الحامل إذا اسودت حلمة تذيها الأيمن، التذي الأيمن، الحلمة إذا اسودت فذلك دليل على أن ما في بطنها ذكر. وإذا كان الحلمة ديال التذي في على اليسار هي التي اسودت، نقول بأن المولودة أنثى. وإذا ثقل حملها من جهة اليمين في بطنها فهذا قد يكون ذكر، وإذا ثقل الحمل على جهة اليسار يقولون هذه أنثى. هذه بعض معاني الغيب التي الله عز وجل كشفها لبعض العلماء عن طريق الخبرة. أما اليوم فباعتبار التقنيات الحديثة التي توصل إليها الإنسان أصبح يعرف هذه الدقائق، وهو ليس من علم الغيب لأنه أصبح مشاهدة. بل يقول العلماء حتى القذفة، الرجل حينما يقذف ماء في رحم المرأة، القذفة الواحدة يخرج منها 60 مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة. هذا العدد الكبير مكوناته إما ذكر وإما أنثى، لكن البويضات التي تكون من المرأة هي كلها أنثى. العجب أن هذه القذفة التي تحمل هذا العدد الكبير، أيعلم أحد إلى أين يذهب واحد من هذا العدد الكبير، إلى أي بويضة، وما ينتج عن ذلك من أمر هذه البويضة، أيكون ذكرا أم أنثى، كيف يكون رزقه، كيف تكون حياته، أهو شقي أو سعيد؟ لا، لا أحد يعلم ذلك إلا الله جل علاه. وهكذا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أحد يعلم المصير، ولا أحد يعلم المستقبل، الآجال
كلها علم عند الله. بل ربنا عز وجل يقول: ويعلم ما في البر والبحر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. سبحانك يا الله، ما الذي في البر والبحر؟ عجائب. لو قلنا أشجار، ما هي هذه الأشجار وما أعدادها، ما أنواعها، ما يثمر فيها؟ لو قلنا حيوانات، كم أعداد هذه الحيوانات، كم ألوانها، ما أمكنتها؟ لو قلنا حشرات، لو قلنا جبال، قل ما شئت، أعداد هائلة، حصى، رمل، كل هذا لا يعد ولا يحصى، ولكن الله تعالى أحصاها وعلم دقائقها، ويعلم ما في البر والبحر. البشر يعجز عن إدراك أشياء كثيرة في البحر، ولما عثروا على بعض الأشياء عن طريق الأفلام الوثائقية نرى العجب العجاب، فسبحان الذي خلق هذا البحر. وإنما الله تعالى أطلعنا على جانب صغير جدا من هذه العوالم الجليلة. ويعلم ما في البر والبحر، يعني يعلم الكليات والجزئيات. الله تعالى الآن في هذه الآية ذكر الكليات، ويعلم ما في البر والبحر، يعني كلية. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بدأ الآن في رصد الجزئيات، كم عدد الأشجار، هذه الورقة التي سقطت كيف يتم تقليبها بالرياح، وكيف سقطت، وإلى أين سقطت، وهكذا أشياء غريبة. ولا حبة في ظلمات الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. سبحانك يا الله، هذه الحبة متى وضعت، وكيف سقطت، وإلى أين، وكيف سوف تستفيد من الأرض، وما مصيرها، وما مآلها، وبماذا اختلطت، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل سماء مسيرة 500 سنة. هذا جانب من الغيب اطلع عليه النبي الأكرم في الإسراء والمعراج. ما بين كل سماء، الوجود فيه سماوات متعددة، كل سماء ما بينها وبين الأخرى مسيرة 500 سنة. تصور لو أنك سرت بخيل لمدة 500 سنة، كم تقطع من المسافة. وهكذا مسافات عظيمة ما بين الأرض وما بين السماء الدنيا، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 سنة، وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة، بحر ما بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والله استوى على العرش ويعلم أعمالكم. سبحانك يا الله. ثم يقول: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء محفوظ في اللوح المحفوظ، ورب العباد هو الذي يعلم كل هذه الأسرار. إذن أيها الأحبة الكرام، معنى ذلك أن قضايا الغيب هي من اختصاص رب العالمين، والله تعالى ما أظهر لنا في هذا الوجود إنما هو تكريم منه، أخبرنا ببعض الأسرار، ولكن هناك عوالم خفية عنا يعلمها المقربون من الله من الملائكة والمرسلين. مرة كان الإمام مالك رحمه الله تعالى طرح عليه سؤال يتعلق بقضايا الغيب، فلم يجد جوابا. قال للسائل: سوف أنصرف لكي أبحث ثم أجيبك. في المساء حينما نام الإمام مالك بالليل، جاءه رؤيا غريبة، ملك الموت وأشار بأصابعه الخمسة هكذا، بأصابع الخمسة أشار له هكذا. فلم يفهم إمام مالك ما معنى خمسة، هل هي ما زال في عمري 5 سنوات، أم بقي في عمري 5 أشهر، أم 5 أيام، أم 5 أسابيع، لا يدري الإمام مالك. فحينما استيقظ من النوم استيقظ فزعا، فذهب عند أحد المعبرين للرؤى المنامية فأخبره، وهو الإمام ابن سيرين،
قال له: رأيت بالأمس ملك الموت وقد أشار إلي بأصابعه الخمسة، بيده بالأصابع الخمسة، ولست أدري ما معنى ذلك، هل بقي من عمري 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام؟ فقال له: ليس للأمر علاقة بالعمر، وإنما يريد أن يقول لك ملك الموت بأن دوائر العلم الغيبي 5 لا يعلمها إلا الله، وهي قول الله جل علاه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه ما تسمى بدوائر العلم الإلهي الخمس، وهي من مفاتيح الغيب، والله تعالى وحده المتصرف في هذه الأمور، وليس على الإنسان إلا الاستسلام والخضوع، وأن يجعل كل أموره بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، قد أكون قد أطلت عليكم، والآن نفتح خطوطنا الهاتفية لكي نتواصل معكم ونطرح المشاكل والهموم. أرقامنا 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. مستمعي الأفاضل، نجدد الترحاب بكم ونواصل هذا اللقاء المباشر الذي هو منكم وإليكم، واللحظة نأخذ مكالماتكم، نستمع إلى مشاكلكم وهمومكم وإلى تساؤلاتكم وفوائدكم. معنا أول مكالمة من جرسيف مع أختنا فاطمة. ألو، السلام عليكم للا فاطمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور كريبا، أهلا وسهلا. كده لبس عليك؟ ولله الحمد لله، أنا فرحانة اليوم نشت للخط. يا مرحبا، فرحانة نهضر معاكم، وشكرا بزاف على هذا البرنامج، هنا كنستفدوا منه بزاف الحوايج. يا مرحبا للا فاطمة. ألو. نعم كنسمعك للا. ألو كنسمعك، أنت على الهواء مباشرة فاطمة. ألو كنسمعك فاطمة، ربما وقع لشي مشكل في الاتصال، معذرة أختنا فاطمة من جرسيف، وغنتحولوا إلى الناظور مع أختنا جاملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف داير دكتور كريبان؟ كل شيء بخير الحمد لله. لا أنا مريضة بزاف. الله أكبر. عافية الوسواس ما شاء الله، الله يشفيك ويعافيك. وفي دابا كلمتي على هذيك، كلمتي على الغيب. نعم. انا كيجيني الوسواس في الراسية، كنعرف الغيب كيقول لي غادي يكون غدا، هذا ما كنعرفش انا، وكيجيني هذيك الوسواس في الراس. مثلا غادي يقول لك غدا واش غتكون المطر ولا غادي يكون الحال مشمس او الرزق. ايوا واش شي حاجه هذيك غادي تجوج بهذيك، وكي ما كنعرفش وكيوقع هادشي تاع بصح، داكشي كيما خبرك. ها الى هاد الوسواس خبرك بالغيب، فلان غيتزوج مع فلانه، كيوقع حقيقه ولا غير مجرد؟ لا ما كيوقعش. نعم، لان لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله سبحانه وتعالى. اثر عليا بزاف هادشي. هذا مرض كيتسمى مرض نفسي. نفسي تعالج مع الدكتور، مع النفساني. اييه كنخوض الدواء صافي. ملي كتاخذي الدواء اختي جميله، اش كيوقع لك؟ واش كترتاحي؟ الفكر ديالك كي؟ لا والو، كنعش صافي. غير النوم بحال كيتقل عليك الذهن ديالك. ايوا، لان المرض ديال الوسواس هو في الاصل حسب معلوماتي البسيطه هو ليس مرضا نفسيا، هو مرض روحي، لان الامراض انواع ثلاث: الامراض البدنيه والامراض النفسيه والامراض الروحيه. لأن احنا عندنا ثلاثة ديال الأجسام: جسم مادي من اختصاص الأطباء، وجسم نفسي من اختصاص علماء النفس، وجسم روحي
هو بأمر الله تعالى كيقوم بالأذكار وبالعبادات وكيصبح كيكتسب صحة وعافية. لالا جميلة، هاد المرض ديال الوسواس هو عبارة عن أصوات كتسمعها في الأذن ديالك، وحنا كلنا كيجينا عند الصلاة. إذا ما بغيتش أنا نفكر كيقول لي تفكري بزز عليك. كيفرض عليك الشخصية ديالو، هو عبارة هو روح خبيثة. رقية، عملت الرقية. نعم. لكن ما كلمتش. نعم. لا. قال لي ما فيكش الجن، فيك الشياطين. فيك غير الوسواس، ما عندكش أنت الجن، عندك الوسواس، وهذا الوسواس هو روح خبيثة كيجي عندك حدا ودنك. كيجينا حنا كاملين في الصاله، كاع الناس كيجيهم وقت الصاله كنقولوا الله اكبر، كيجينا حدا ودنينا كيقول لك اذكر كذا اذكر كذا. حتى نكلم شويه نصلي. اييه، ما شاء الله. ولكن انت كيبقى لك حتى في اليوم العادي حتى خارج الصاله كيجي عندك في كل وقت، خصوصا عند النوم الصباح اللي كنت نعس. ما شاء الله. هذا اختي جميله، هو وسواس، هو قوي، ولكن حقيقه امره لا، ولكن حقيقة أمره راه القوة ديالو في قوة طفل رضيع، هو ضعيف لكنه يستقوي على بني آدم. ولهذا للا فاطمة، للا جميلة، أحسن طريقة ديال العلاج هي أنك تقوي الإرادة والعزيمة ديالك، ما تخليش أبدا أنه يتحكم فيك. هو مخلوق خلقه الله جل علاه، هو من الجن وسواس خناس كما سماه القرآن الكريم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كاين الناس تما كيوسوسوا، بشر بحالنا كيدخلوا في القيل والقال وكيعمروا لك الراس ديالك بكلام فارغ ويديروا الحقد والكراهية والغيبة والنميمة، هذا واحد الجانب من الناس. وكاين الجن اللي هما تما كذلك أشرار كيقلبوا على الإنسان الضعيف كيوسوسوا ليه في الذهن ديالو. لالا جميلة، بلا ما تبقى تقلبي الرقية عند الرقاة، أحسن رقية كيدير الإنسان بنفسه هو كيتقرب إلى الله عز وجل. أعظم رقية على الإطلاق هي قوله تعالى أسجد واقترب، أسجد واقترب، نسجد لله ونبقى أناجيه وأنا ساجد بين يديه، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، أسجد بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل كتب لنا واحد الوصفة طبية للعلاج ديال الوسواس، هي أن نقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات عند الصباح والمساء. اللي كيقرأ المعوذتين والإخلاص في الصباح والمساء 3 مرات ما يمسو الوسواس، وإلا كان هذا الوسواس قهري وتمكن من هذا الإنسان، الخبراء في الميدان كيقولوا لنا نستعمل واحد الإناء ديال الماء ونقرأ فيه الإخلاص والمعوذتين 7 المرات، 7، ونشربوا داك الماء بنية الاستشفاء، راه غادي يمشي لنا مع العروق ديالنا وغادي يحرقوا، لأن الوسواس هو كيدخل مع الأذن وكيمشي مع الدم وكيبقى يعود عبارة عن أفكار وهواجس. حنا غنديروا الماء في هذا القرآن العظيم لإخلاص والمعوذتين 7 المرات، غنشربوه بنية الاستشفاء، غيمشي في الذات ديالنا غيطهرها بالكامل، طبعا تدريجيا، حيت كاين بعض الوساوس اللي صاحبها قوي عنده قدرة تحمل، يحترق اليوم وغدا وبعد غد، كنستعملوها أيام معدودات ومن بعد نشفى بأمر الله. وأحسن وصفة للقضاء على الوسواس هي أن نغلق الفكر ونطلق العنان للذكر، الفكر ديالنا نسدوه. لدى الأطباء كيعطونا أقراص ديال الدواء باش يجيبوا لنا النوم الثقيل، حنا الفكر غنتعلموا نحصروه، باش غنحصروه صعيب علينا، غنطلقوا العنان للذكر، اللسان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، كلما شغلت الذكر توقف الفكر، وبالتالي أعالج بأمر الله. فنسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك أختي جميلة. معنا مكالمات كثيرة في الانتظار، نتحول من الناظور إلى السراغنة مع أخينا سرحال. ألو، السلام عليكم. سير حال من قلعة السراغنة، طولنا عليه فانقطع الخط. معذرة أخويا رحال، وغنتحولوا إلى الراشدية مع أختنا سهام. ألو، السلام عليكم. سهام من الراشدية، ربما كذلك أطلنا عليها المكالمة فانقطع الخط. إذا نتحول إلى الدار البيضاء مع ريحانة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك السي الحاج. حياك الله للريحانة. الحمد لله. بغيت تخدمي معايا حقاش تما كنبغي ندير شي حاجة كتعتف لي عندي شوية العتف. لا إله إلا الله. وبغيت تخدمي معايا الله يجيب لي شي ود الناس و يا الله يعافيك في شي خدمة. يا رب. و الله يشافي لي الوالدة عندي شوية مريضة. لا إله إلا الله. ودعي لي مع خوتي وصافي ان شاء الله لريحانة باذن الله تعالى. وحنا ان شاء الله تعالى غندير واحد الدعوه جماعيه في ختام البرنامج عند منتصف الليل، كتكون ان شاء الله الدعوه مستجابه مع الجموع الغفيره ديال المستمعين والمستمعات باذن الله الواحد الفرد الصمد. ونطلب الله تعالى اختي ريحانة ان يبلغك مقاصدك ويختار لك من عنده زوجا صالحا طيبا مرضيا مهديا، ويشافي الوالدة ويطيل عمرها ويحقق كل رجائك. آمين يا ربي يا كريم. اللي غنديرو اختي ريحانة هو أن الإنسان يبقى دائما القاعدة عندنا هي السجود واقترب، السجود واقترب، أن الإنسان يقترب من ربه بالسجود. بعض الأحيان كنلقاو العكوسات اللي كتجينا قد تكون ابتلاء من الله، ربي سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه وكيحرمنا من بعض النعم، هو يريد أن يرانا هكذا. هذه واحد الفئة، فئة من الناس ربما قد يقعون في الذنوب والخطايا وربنا عز وجل يسلب منهم بعض النعم أو يضيقهم بعض البأس، فإذا كنا مبتلين ببعض الخطايا أو الذنوب نحيدها. شحال ديال الناس غير مجرد أنه كيوقع في الخطيئة أو كيدير واحد الذنب أو لا يقيم فردا كيلقى كل شيء عنده معكس. أشنو السبب؟ الله تعالى يحبه، ربي عز وجل إذا أحب عبدا غير كيرتكب خطيئة كيعطي واحد الآفة حتى ينتبه ثم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. كاين بعض الناس الله تعالى يتركهم في غيهم يعمهون، كيدير الخطأ اليوم وغدا وبعده وعادي عند الأمور، وكأن الله تعالى لم يبعث له إشارة تنبيه، تركه على أمره، نسأل الله السلامة والعافية. أما حينما تصادفنا بعض الموانع هنا كنقولوا فعلا فرطنا في جنب الله، إما فرائض دينية لم نقم بها، إما تجاوزنا الخطوط الحمراء وقعنا في بعض الذنوب، إما الغيبة أو النميمة أو كل واحد فينا عنده الآفة ديالو. هكذا كنقول بأن الله عز وجل يبعث لنا الرسائل ديال الإنذار لنعود إلى الخط. فأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرفع مقامنا إلى أعلى عليين. آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من الدار البيضاء إلى مكناس مع أختنا كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج كريدة لاباس عليك. أهلا وسهلا للا كوثر. الله يخليك لينا بركة. الله يبارك فيك للا. بارك الله فيك. عافاك بغيتك تدعي معايا. يا ربي يا كريم. عندي هذا العام الباك وغندوز واحد إيه؟ إن شاء الله دعي معايا عافاك. يا ربي يا كريم للا كوثر، نسأل الله تعالى أن يجعلك من الناجحات. آمين. وأن يرزقك فهم سليمان وحكمة لقمان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب الله يفقكم الخير الأمور. الله يسهل لكم الأمور. اللهم آمين يا ربي يا كريم. اللهم اجمع بينهما في الخير والعائلة والأحباب، اجمع الشمل. بارك الله فيك. أكرمك الله أختي كوثر. إن شاء الله نديرو إن شاء الله الدعوة في ختام الحلقة. وغنقول لك كوثر، أنت الآن في البكالوريا، بقى شابة صغيرة الحمد لله، ما عليك إلا بالاجتهاد ثم الاجتهاد، ودائما أكثري من الصلاة على رسول الله. الصلاة على النبي كتعطيك واحد النور وكتقوي الذاكرة ملي تبغي تحفظي البروغرام ديالك. الله يحيي حياتنا. بارك الله فيك. يا ربي يا كريم للا كوثر. شكرا لك للا كوثر. وكنقول للطلبه ديالنا والتلاميذ اللي بغى واحد الحفظ يكون مبارك، انهم اللي بغى يهز الدفتر ديالو ويقرا واحد المواد اما علميه او ادبيه او تقنيه، ملي بغى يقراها مزيان يكون متوضئ، لان العلم نور، كل ما كان متوضئ ممتاز. وملي بغى يبدا يصلي على النبي، لان الصلاه على النبي كتفتح لك الافاق وكتفتح قوه الذهن والادراك. وكنبقى نحفظ مع راسي، وملي كنسالي ونطوي الكتاب نعاود نصلي على النبي، نختم بالصلاة على رسول الله. الذاكرة كتحفظ كل المعلومات، وإن شاء الله تعالى لما تكون أو تكونين عند الامتحان كل ما حفظته
كيرجع، وكأن الدماغ ديالك أصبح بحال سكانر، كل ما حافظته يحضر في اللحظة المناسبة، وكيكون الجواب مبارك، وكيكون إن شاء الله تعالى النجاح مضمون بأمر الله تعالى. فهذه فكرة طيبة للطلبة ديالنا. ثم نحذر، نحذر من الذنوب، لأن الذي يرتكب الذنوب والخطايا أو الذي لا يقيم الفرائض الدينية كل ما حفظه قد يندثر، كما قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. العلم نور لا يؤتى لعاصي، خصوصا العلم اللي فيه المنفعة للإنسانية كالعلوم الشرعية والعلوم الطبية وغيرها من العلوم اللي فيها نفع للإنسانية هي نور من الله. أسأل الله تعالى لابنتنا كوثر النجاح والتألق، وأن يكلل هذه السنة بنجاح موفق وبزواج مبارك. آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من مكناس إلى الحجب مع للا فتحة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجزك بخير، بغيت نسولك على مسألة الحجاب. أيها للا، أنا كنت كندير غير الدرع عادية هكذا، وحاليا درت الخمار. نعم. الإشكال اللي عندي أنني ما بقيتش كنت كنسلم على الناس رجال هكذا، وليت كنقول غير السلام عليكم. من بعد حاليا عندي عائلة راجلي كيجيو لعندي ضياف، واش ممكن نختلطوا بلا وحده نجلسوا ونجمعوا نهضروا؟ جائز؟ نعم. او غير جائز، او يكون هنا العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم؟ نعم نعم. لاله فتحة، سؤالي ويجزك بخير، كنطلب منك الدعاء لابن ديالي شويه عيان والهدايه الأخي والزوج ديالي ان شاء الله. يا ربي يا كريم يا رب، الله يشافي الولد ديالك وفلدتك بيدك، الله يرفع المقام ديالك ويعطيك الصحه والعافيه ويحفظ الزوج والاخ والعائله والاحباب. وهذا سؤال وجيه من لاله فتحه من اقليم الحاجب، كانت كدير الذره دابا دارت الخمار. طبعا هذا الموضوع هذا هو كيبان شيئا ما معاصر، لان المغرب عبر التاريخ اللي كيقلب الوثائق او بعض الاشرطه الوثائقيه ديال ايام زمان بالابيض والاسود، ما يسمى بالزمن الجميل ديال ايام زمان، كانت النساء في المغرب ولله الحمد والمنة كلهن لابسين لباس محتشم في حياء وفيه معالم الإسلام اللي هو الحجاب بالطريقة المغربية. بل كنلقاو في أوروبا، أوروبا هذه تقريبا قرنين قبل الثورة الفرنسية وقبل الدعوة إلى التحرر، راه كانت كلها محتجبة. بل كل الأديان عبر التاريخ كان الأصل في المرأة أنها محتجبة، لأن المرأة مخلوق جميل خلقه الله تعالى، فيه جاذبية فيه رونق، وكل شيء جميل كيقوم بعملية تغليف دياله ليس من باب تغليف العقل، وإنما المحافظة على سلامة هذا الجمال. ولهذا رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ينص: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بمعنى أن المرأة جميع الزينة ديالها تكون مستورة إلا ما ظهر منها. ما هو الذي يظهر من المرأة؟ أشار إليه الحديث الشريف: الوجه والكفين. وهذا الحديث قاله النبي الأكرم لأسماء، أسماء بنت أبي بكر، كان سيدنا محمد مزوج مع عائشة الزوجة دياله، وكتجي عائشة اختها صغيرة مربيها في الدار، وكتتسخر في الكوزينة وكتلعب مع الوليدات، ولكن بدات تكبر. ملي كبرت ولات عليها ملامح النساء وكتلبس لباس شفاف، قال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. المرأة ملي كتبلغ سن الحيض خاصة ما بقاش طفلة، ولات مرأة فيها حسن فيها جمال، وربي عز وجل كرمها وقال لها: خصك تلبسي هذا اللباس المحتشم، لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. عبر التاريخ كانوا النساء كلهم العربيات والغير العربيات والغير المسلمات كان كلهم كيلبسوا هذا اللباس، إلى حدود واحد تقريبا بعد الاستعمار جاءت موجة التحرر والليبرالية، وكان بعض المثقفين من العرب على رأسهم قاسم أمين
الذي ذهب إلى فرنسا وسمها بمدينة الجن والملائكة، ورأى بأن هناك الليبرالية والحرية. آنذاك بدأ يكتب قصائد يقول بأن كل شيء إلى التجديد ماض، فلماذا يقر هذا القديم؟ فمادم أن موجة التجديد غادية مستمرة، لاش يبقى هذا القديم؟ فكان تمزيق الحجاب، وفي تركيا مع كمال أتاتورك الذي منع الحجاب ومنع حتى القبعة ودار التربوش، وكانت واحد الموجة للقضاء فيها على قيم الإسلام. الآن الحمد لله بدأت المياه تعود إلى مجاريها، بدأت الصحوة الإسلامية تعود، بل اليقظة الإسلامية تعود الحمد لله، ولك القول مجتمع ديالنا فيه نساء محتجبات. لكن ما هو شكل الحجاب؟ هناك القول بأن المطلوب في الحجاب هو أنه يكون لا يصف ولا يشف، وصفين فقط، ولبس ما تشاء، لا يصف ولا يشف. ما معنى لا يصف؟ بمعنى أنه ما يكونش ساغي، ما يكونش ضيق كيوصف المفاتن ديال الجسد، ولا يشف ما يكونش رقيق شفاف كيبين المظاهر ديال الجلد. أما غير ذلك البس ما تشاء، كاين اللباس المغربي، كاين اللباس الخليجي، كاين اللباس الاسيوي، كاين اللباس التركي، كاين اللباس التقليدي ديال الدار، كاين اللباس العصري ديال الاداره والشركه والعمل، الوان واشكال. المهم ان يكون الجسم مستورا. الاخت فاتحه كتقول بانك كتستعمل الدره الزيف، دابا الان بغات تستعمل الخمار، ما الفرق بينهما؟ الخمار تا هو ذره، تا هو زيف، لكنه سابغ كيكون نازل حتى النحر وكيخبي الظهر ديال المراه. علاش؟ باش ما تبانش في الملامح ديالها، خصوصا بعض النساء ربما كتكون جسمها مكتنز، ولما تسير في الطريق تكون معرضة للنظرات، فتلبس هذا اللباس الكامل يتسمى خمار. وكاين اللي هو النقاب اللي كيخبي الوجه ديالو، كل هذا جائز في الشريعة الإسلامية، وكل مخير. وفي هذه الأمور والمطلوب منها أن الإنسان يعرف قيمة هذا الحجاب بأنه شرع الله، وأنه يتصف بأخلاق حميدة. ملي كيت المرأة كتلبس الخمار ديالها، هناك لقاو دائما مشاكل عائلية. كاين بعض العائلة كيرفضوا هذا الشيء، كيقولوا هذا الشيء جديد، هذا الشيء هذا غريب، هذا الشيء هذا، مع العلم أنه ليس غريب ولا جديد، بالعكس هذا هو الأصل. الغريب هو ما جاءت به رياح الليبرالية ورياح التقدم ورياح كذا وكذا، هذه الشعارات التي كانت أيام زمان. لكن هذا الحجاب هو الأصل. أي فتاة لبست الحجاب لا بد أنها سوف تتعرض للابتلاء، غتلقى القيل والقال، وغيبقوا الناس يلاحظوا عليها التصرفات ديالها والحركات. شوف لنا دير الحجاب وكدير كذا وكذا، كتعود دائما مرصودة. لا تهتمي بذلك، الإنسان خطأ وخير الخطائين الثوابون، لكن تمشي في واحد الطريقة شرعية واصلي. بعض الناس كيقول لك واش تصفح ولا ما تصفحش العائلة. من قبل كنلقاو بعض العائلات من طيبة قلوبهم كيتسلموا الجيران، ولاد العم، ولاد الخال، كنلقاهم كيتسلموا من اللي الدين ومن الحناك. إلا سولناهم كيقول لك وحنا راه عندنا النية. طبعا هذا النية ثابتة، لكن الشريعة كتقول لنا لا. الشريعة الإسلامية هي المحكمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا ينبغي للرجل أن يصافح يد امرأة لا تحل له، وقال لنا لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يصافح يد امرأة لا تحل له. تصور معي مخيط يطعن به في الرأس ديالك، ما تسلمش عليها. احنا ما غندخلوش في الليبرالية وندخلو في الآثار والنية، احنا غندخلو في التسليم والتفويض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مادام قال لنا لا تفعلوا لا نفعل. وطبعا العلم بين بأن المصافحة قد لا دائما لا تكون بريئة، ياما كتكون هناك شعور يمر بين الذكر والأنثى، وكيكون أسباب فيما بعد لأشياء أخرى. فكنقول الأخت فتيحة إلى اجتماع العائلة، حاولي ما أمكن أنك تفهميهم بالابتسامة وانت تبتسمين، قل لمرأة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذا وكذا، وغير بالطريقة الحبية، ماشي بالعنف وماشي بالقسوة. هما غيفهموها، لأن المغاربة الحمد لله كلهم مؤمنين وكلهم صادقين، وغيتقبلوها من نكس من عسل، وغيعود مرة تانية ما غيحرجكش يمد لك يديك. طبعا ملي كنبغيو ناكلوا مع العائلة
الاختلاط في حد ذاته ليس حراما، لأن الله عز وجل خلق الوجود من ذكر وأنثى، واللي قال بأن الاختلاط حرام غادي يمشي لأقدس منطقة في الكون في الكرة الأرضية وهي مكة المكرمة، غادي يلقى بأن حد الكعبة المشرفة النساء والرجال يطوفون جنبا إلى جنب ويصلون في المسجد الحرام. الاختلاط هو ليس محرما، وإنما المحرم لما تكون المرأة متبرجة والرجل لا يغض بصره. أما إذا كان الرجل يغض البصر والمرأة لبس الحجاب، لا حرج أننا نجتمع مع العائلة اللي في طبلة واحدة، وإن كان الأفضل أننا لا نختلط إلا عند الضرورة أو إلا لظروف خاصة، وهكذا يكون سلامة للقلوب. وأسأل الله تعالى لأختنا فاتحة أن يفتح لك باب التيسير وباب الفرج ويعينك على الدين والتقوى والإيمان. آمين يا ربي يا كريم. نتحول من الحاجب إلى الناظور مع للا كلثوم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمي الدكتور كده لبس عليك. ولله الحمد، الله يبارك فيكم. احنا عندنا بزاف ديال المشاكل عمي الدكتور. الله أكبر. عندنا مشاكل مادية، والوالد مريض، فيه السكر، فيه الأعصاب. الله الله الله. احنا خمسة الأخواتات، حاجة ما كيسلينا فيها الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وماما حتى هي مريضة فيها الأعصاب. لا إله إلا الله. وعندنا مشاكل بزاف ما شاء الله. الله يفرج عليكم يا رب. الله يفرج يا عليكم يا ربي. آمين. وبغيناك تدعي معنا بواحد الدعوة يا ربي يا كريم يا ربي بإذن الله. للا كلثوم إن شاء الله تعالى في ختام الحلقة ندير واحد الدعوة تكون إن شاء الله تعالى من أعماق القلب في منتصف الليل. إن شاء الله. أنا مريضة، فيا شقيقة في الراس دائما بالجهة ديالي اليسرى مريضة. ما شاء الله يشافيك ويعافيك يا رب. الله يشافيك ويعافيك. أسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية. للا كلثوم، كيف تكلمنا على مفاتيح الغيب في هذه الحلقة؟ هناك إن شاء الله غنتكلموا فيما بعد عن مفاتيح الفرج. هناك مفاتيح الفرج ملي كتكثر عن المشاكل، أول حاجة رفيها معاني هذه المشاكل والهموم والعكوسات والموانع، راه ماشي كلها شر. بعض مرات الله عز وجل يريد أن يوصلنا إلى مقام التسليم والخضوع. الإنسان بطبعه كيشعر بأنه قوي وقادر وعنده تفكير واستراتيجية وإرادة وعزيمة فيغتر بنفسه. أحيانا ربنا عز وجل يبتلينا ببعض الابتلاءات ويغلق علينا بعض الأبواب، وكنبقاو كندورو غير في واحد الدائرة مغلقة. في مجريتي كتلقى الأبواب مغلقة، ما عندك زهر، فلوس قلال، المرض شادك، الناس كلامهم جارح. بس حنيت كتشعر بأنك في واحد دوامة. ما تخافش، ديك ساعة أشنا هو المخرج؟ التفويض والتسليم لله رب العالمين. ولله الحمد. بلا أجمل كلمة قلتها للا كلثوم، ولله الحمد. ربنا عز وجل حينما يبتلي عباده بهذه الابتلاءات كيسول جبرائيل، كيقول لي ماذا كان رد فعل عبدي أو أمتي؟ كيقول يا ربي لقد قالت ولله الحمد. كيقول يا جبريل إذن ابني لها بيتا في الجنة وسميه بيت الحمد. بيوت عظيمة في الجنة كتسمى بيوتات الحمد، لكل من اشتدت به المسائل حمد الله وشكره. ونسأل الوالد عنده مشاكل في الخدمة بزاف، الناس حاضرين وتبكي، والله تبكي. لا إله إلا الله. في المرض مزمن، في السكر، في الأعصاب. وما عندناش خوتنا اللي غيخدموا علينا، غير هو بوحدو كيربح 1500 درهم في الشهر. الله. ما عنده ما دير له. الله الله. في هذا الماء، في هذا الضمعة، احنا ساكنين في العروبية، ما قاريينش، ما خدامينش، خمسة بينا ما كندخلوا حتى ريال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خدموا يعني في العروبية، ما كاينش بلاد ماشي ديال الماء باش تخدمي في الفلاحة، ما كاين والو. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. للا كلثوم، كلامك قطع قلوب ديالنا. احنا كنتصوروا هاد العائلة اللي مكونة من بنات، وكل أب كبير مسن وكيشتغل بثمن قليل ومصاريف الحياة مكلفة للغاية، والأبواب مغلقة،
نسأل الله تعالى الكريم المتعال أن يفتح لكم باب التيسير وباب الفرج يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا كريم. اللهم أنزل على هذه العائلة منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقهم رزقا حلالا. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا. اللهم صب عليهم الرزق صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ابسط عليهم من بركاتك ورحمتك ورزقك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام إنك تكلفت وتكفلت برزق كل العباد حتى الدواب في قاع البحر. اللهم يا رب يا كريم افتح لهذه العائلة رزقا بابا من الرزق حلالا طيبا. اللهم افتح لهم باب الرزق الحلال من أوسع الأبواب يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا كريم. يا خير من دعي ويا خير من سئل ويا خير من أعطى ويا أفضل مرتجى. اللهم إنا نسألك أن ترزق هذه العائلة حسن المعيشة. اللهم ارزقهم حسن المعيشة. اللهم يا ربي يا كريم زدهم ولا تنقصهم. آمين يا ربي يا كريم. للا كلتم إن شاء الله تعالى غتبقي معنا في ختام الحلقة وندير واحد دعوة جماعية عند منتصف الليل كيكون الدعاء أقرب إلى الاستجابة كلما كان جماعيا. ولكن كنقول لك للا كلتم هناك مفاتيح الفرج حينما تشتد بالإنسان النكبات وتغلق بين يديه الأبواب آنذاك يفزع إلى ربه. ففروا إلى الله فروا إلى الله. غمشي نتوضى وغنصلي ركعتين أسجد واقترب وانقى النادي يا مالك الملك يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. ومن اللي نسالي غنبقى نستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم بعد ذلك أصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى صلاة تامة وكاملة وانقى نقول بلساني لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو لن تمر بك إلا فترة قصيرة قد تكون أياما معدودات حتى يفتح لك الله عز وجل أبواب الخير ويرزقك من حيث لا تحتسبين. والله الذي لا إله إلا هو إنه رزاق وكريم. الله تعالى من صفاته الحياء. الله تعالى حيي كريم. إذا بقى العبد كيدعي وكيبكي الله تعالى كيستحي ما يقدرش يخليك بلاش غادي يعطيك ويعطيك بالوفرة. ولنا في ذلك دليل في كتاب الله عز وجل. السيدة مريم العذراء كانت شابة صغيرة وعليها الأبواب كلها مغلقة فكانت تدعو الله تعالى ففتح الله عليها أبواب الرزق والكرامات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إلا كان ربي عز وجل مرة كيبتلينا وكيغلق علينا الأبواب وكتسد علينا المنافذ وكنبقاو في دوامة نعلم بأن ذلك دعوة من الله إلى الله. بمعنى الله عز وجل يطلب منا أن نفر إليه أننا نخضع ونستسلم ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. وإن شاء الله تعالى أيام معدودات وقد تكون ساعات معدودات فيأتي الفرج. والفرج إذا جاء كان كبيرا وعظيما وجليلا لأن الله تعالى هو أكرم الأكرمين. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء ويغفر لنا الذنوب ويبعد عنا الشقاء ويرزقنا من حيث لا نحتسب. آمين يا ربي يا كريم. نتحول من الناظور إلى أكادير مع أختنا عائشة. السلام عليكم. إذن من سطات سي عبد اللطيف. سي عبد اللطيف السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا أخي الكريم. هذا محمد سيدي من أكادير. سي محمد من أكادير مرحبا خويا. نعم. مرحبا نعم. سيدي محمد. شكرا سيدي الطيب على هذا البرنامج القيم والمفيد. أعزك الله مولاي. نتمنى من الله عز وجل أن يوفقك لما يحبه ويرضى. آمين يا رب يا كريم. زي الطيب عندي واحد
السؤال يعني باختصار زي طيب، يعني عندي واحد دري الوالدة ديالي يعني تزاد عندي الدري والوالدة ديالي سمات ليه حكيم دري. نعم. والناس يعني الناس كثر يعني الناس كيقولوا لي راه السميه راه من اسماء الله تعالى، لا يجوز لك يعني ان تسمي هذا الاسم. نعم. يعني كيقول لك خصك تسمي عبد الحكيم، ودابا درت الاوراق والمسائل درتو حكيم، ودابا الناس كيقولوا انا دابا ما نعرفش اش غندير هذا الزو طيب. يا سيدي محمد، هذا الاسم هو من الله. نعم. عز وجل كيقول في كتابه العزيز ولله الاسماء الحسنى، فمن اسماء الله تعالى الحكيم العليم القدير. ف نحن حينما نسمي واحد المولود كما قال سيدنا رسول الله أجمل الأسماء ما حمد وعبد، عبد كنقول عبد الحكيم عبد الرزاق عبد القادر، ولكن إذا قدر الإنسان وسمى السمية الصفة هكذا أو التسمية هي لا حرج عليها، ماشي محرمة، لأن الله تعالى من صفته الرحيم والرؤوف، وسمى رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا محمد سماه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فعادي جدا أن الإنسان ربما نقول السمية بدون التعبيد، لكن الأفضل هو أن نقول عبد الحكيم عبد الرحمن عبد القادر. مثلا الرحمن لا يجوز أن نسمي مولود الرحمن، لابد أن نقول عبد الرحمن أو كلمة الله، لا نقول عبد الله. أما الصفات هذه أسماء، أما الصفات ممكن صفة مشتركة، مثلا الله تعالى بصير، ونسميوش واحد خور توا بصير، إنسان سموه بصير أو عبد البصير، لكن لا نقول غفور عبد الغفور. أما حكيم من الحكمة يجوز نقول حكيم، ونقول لأسم بعض الصفات التي تنطبق على البشر وهي من خصائص الله تعالى، فاسم حكيم ليس فيه تحريم وليس فيه نهي أن نسمي حكيم هكذا، وإن كان الأفضل أن نسمي عبد الحكيم. والله يبارك لك في هذا المولود وجعله الله تعالى من الصالحين، وما كاين ما كاين ضير وما كاين حرج، خلي في الحالة المدنية وسمي أنت في الدار مع العائلة قل لي عبد الحكيم، وتبقى الوضعية في الحالة المدنية عادية لا بأس من ذلك. الله يبارك لك ويحفظك لوليدك يا رب يا كريم. نتحول من أكادير إلى سطات مع عبد اللطيف. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أنا ما استوعبش الفرحة سيدي اللي أنا فرحان اليوم اللي أنا تكلمت معك. يا مرحبا أخي عبد اللطيف. شكرا سيدي بزاف على هذا البرنامج، وأنا محظوظ سيدي من شد لي خط اليوم، والله سيدي لا أنا فرحان وحد الفرحة لا إله إلا الله. الله يفرحك بدخول الجنة بغير حساب يا ربي يا كريم. وكنشكرك سيدي بزاف على هذا البرنامج اللي انا بعدا من الموت التبيعين ديالو. نعم. شكرا استاذ، كنشكرك استاذ. انا ما عرفتش استاذ انا منين غنمزال ليك المشكل ديالي. ايه انا استاذ زيت لي تكلمت معك. نعم. فواحد الحلقه من الحلقات اللي كدير يوم الجمعه انت والدكتور محمد بارا. ايه أنا أستاذ ولي تكلمت معك واحد المرة يوم الجمعة أول حلقة درتي، هذا هو أستاذ، هذا هو الإنسان اللي قلتي ليه اللي كان تسولك على واحد العود ضربه وقتله. أيه عقلت عليك صعب طيب. وبقينا كلنا كتناقشوا بأعجوبة كيفاش هذا الإنسان ضرب العود وقتله. أستاذ رجب الناس من تيقاش وحاضر هذه القضية، أستاذ حاضر فيها الناس من الأمن الوطني. سبحان الله. أنا أستاذ أنا إيه تنتريني وين أستاذ هذه القوة أنا عندي من عند الله. سبحان الله. سبحان أستاذ الله. أنا مؤخرا أستاذ أنا واجهت مشاكل كبيرة بزاف. أنا أستاذ أنا حاليا بغيت نتزوج. إيه. وأستاذ لقيت أستاذ شي تعرضات من الأخ ديالي، ولقيت أستاذ مشاكل من الأعمام ديالي والعمات ديالي. أنا أستاذ ممكن الوالد إيه؟ على الأراضي وعلى هذا، وأنا أستاذ حتى أنا زلش على شيء أراضي. إيه؟ وذو كل الأعمام وعمامي وهذا. نعم. نبغوني شيء أستاذ ندير هذا الشيء.
كيشوفوك انت شويه عندك فلوس وعندك هذا، ما بغاوكش استاذ دير هذاك الشيء. ومؤخرا استاذ نعم واحد الطريقه استاذ بغات تدوز من الارض ديالي، واستاذ انا ديك الطريقه ما بغيتش تدوز من الارض ديالي بساتا، وهذيك الطريقه استاذ ديرها انا ديرها قمح ايه، واستاذ من اللي دار صح استاذ ديك الحراره ديك كبيره بزاف. الله الله نادوا استاذ عرفتي دابا الدموع ديالي استاذ عودو نادوا استاذ وشعلوا فيها العافيه اعوذ بالله. اه المسافه استاذ ديال شي 15 قطار لا حول ولا قوه الا بالله. وهذيك البلاد استاذ انا عزيز عليا بزاف، ما تنبغيش نمسني فيها. لا اله الا الله. اه استاذ ولقيت استاذ مشاكل دابا كيقولوا لي حضراتي لا اله الا الله. كيف ما بغونيش استاذ انا نتزوج بواحد البنت اللي هي فقيره اللي هي امها مطلقه، ما بغونيش استاذ انني انا نتزوج بها. قال لي لا، قال لي خاصك تزوج بشي بنت لاباس عليها. قلت لي ما ودي انا ماشي من ذاك النوع اللي تيحب المال. انا استاذ ما كنحبش المال والله. إيه؟ ما كنحب المال. هو المال عندك الحمد لله، انت بغيتي تحب حاجه اخرى، بغيتي الاخلاق، بغيتي الطيبوبه، بغيتي شكرا يا استاذ. اي هادشي. وهي استاذ واحد البنت متدينه إيه؟ متخلقه. ما انا استاذ انا لا احب المال. نعم. انا استاذ اقسم لك بالله لا، انا دابا نعم صيغ الماكينه ديال الحصاد عندنا كل واحد خوتي ثلاثه كل واحد صيغ وحده تبارك الله. انا استاذ كنصيب شي ناس فقيرين ما عندهمش اي بلاصه إيه؟ كنحصد لهم فابور ديك الماكينه اللي تجمع التبن تنقول ما تخلصش من عندهم. الحمد لله هنيئا لك. والله يا استاذ والله يا استاذ الى داك الشيء انا اخوتي كل واحد سيسوقو إيه؟ كل واحد تيجيب 30 قطار انا كنجيب 40 42 45 والله استاذ تيبارك ليا والله تبارك الله ما عمرني وقف. اكيد اللي كيتهلا في الفقراء والمساكين ربك يعوضك يطيد رزقه. والله يا استاذ الى واحد غير دابا مؤخرا دابا شي دابا شي سيمانه جا عندي واحد تيزا استاذ حصدت ليه خدمت ليه وهو استاذ ما عندوش إيه؟ وجا عندي استاذ هو في واحد الحاله ضعيفه إيه؟ والله يا استاذ الى الزكيطه حيدت من عندي وعطيت لك كاسي ديال البسم تاع هذه الحمد لله. قلت له استاذ انا الحمد لله انا مازال صغير وصحيح ما غاديش تشي البرد. قلت له عمي انت كبير في السن وهذا كلو عمي انت غيشد فيك البرد إيه؟ وعطيت استاذ واحد الزكيطه. انا استاذ ما كيهمنيش انا استاذ هذه نشتريها بالثمن ولا هذه نشتريها بالثمن إيه؟ انا استاذ كيهموني هذوك الناس. هنيئا لك هنيئا لك. والله يا استاذ لا كنتعامل استاذ مع الناس بواحد المعامله الحمد طيبة الحمد لا لله. إله إلا الله الحمد لله هنيئا لك. ولكن أستاذ إيه؟ حد الناس أستاذ اللي واقفين دابا ضدي العائلة ديالي والأخ ديالي إيه؟ الأخ ديالي دابا ما شافنيش دابا المدة دابا ديال 8 سنين كان برا ملي جا هو أستاذ نعم جا دير اللحية وهذا نعم وجا أنا صابني قال لي أنت كتخرج كدير. والله يا أستاذ إلا معمرني يا أستاذ دابا غنحس لك لا إله إلا الله. أنا معمرني حسبت حياتي كاملة الحمد لله هنيئا لك هنيئا لك. حاجة وحدة أستاذ أنا كنت مازال ملك راك عارفة أستاذ طيش كنت كنتناول الخمر وكنت أو أنا دابا مؤخرا تنبكي كنقول تنبكي كنقول يا ربي غير ترجع لي من الوراء ونصلي ونعبد الله وما بغيتش هذاك الشيء يعاود يتكرر لي مازال. الحمد لله هذه التوبه ربي سبحانه وتعالى كيتقبلها. هما دابا ذاك الاخ ديالي قال لي انت قال لي كاينه الاخت ديال مراتي قال لي غتزوج بيك وتديك تعيش برا. قلت له شوف قلت له انا نفسي التشكل نعم قلت له انا قلت له ما بغيتش قلت له وحده تحكم فيا قلت له القانون برا واعر إيه؟ قلت له انا النفس ديالي ما مسلكنيش انا برا انا استاذ من قبل مشيت لاسطنبول والحمد لله توفقت ناخذ واحد ديبلوم وانا ما قاريش ولما سمعوها الناس استاذ ان هذاك الناس ما سمعوني الناس ما صدقونيش تبارك الله او كيفاش استاذ واحد الانسان ما قاريش غيقبط واحد ديبلوم كبير
غيمزح فيه بل راه اعجوبه هذه يا استاذ تبارك الله ان شاء الله ربي غادي يوفقك الخير الساعه بلطيف هو استاذ كل مره تيجي كيقول لي الحضره والله يا استاذ الا ملي تيجي حدايا تنقول يا ربي يا ربي كنقول يا ربي اعطينا الصبر حتى يتفوت من حدايا هذا الانسان لان علاش يا استاذ لان علاش راه ماشي هو استاذ انه غادي يغلبني ولا شي حاجه انا كنقول يا ربي اعطينا الصبر حتى يمشي يبعد مني ونخدم الخدمه ديالي لان علاش الدم ديالي يا استاذ كيعود يفور ما شاء الله دابا سي عبد الطيب ان شاء الله تلقى ديال الزواج إلا كان ربما العائلة عندهم واحد الرؤية معينة وانت عندك واحد الرؤية معينة ربما هما عندهم كيخافوا عليك باقي شاب صغير عندك واحد التروى هما عندهم واحد المنظار كيوقع دائما العائلة كتخاف على ولدها أنه يضيع كيفكر بالعاطفة ماشي بالعقل وانت ربما مقتنع بالأمور ديالك في هذه الحالة شغندير غنخليهم هما وغنخلي تنفسي وغنستعين بالله غنقول لك السي عبد اللطيف غادي تحاول ما امكن غد تختلي مع الله ثلاث ايام غدير صلاه الاستخاره كل ليله غدير ركعتين ديال الاستخاره وتقول يا ربي اختر لي من عندك اذا كانت هذه البنت فيها الخير يسرها اذا كانت فيها غير ذلك اصرفها المره الاولى والليله الثانيه والليله الثالثه وديك الساعه الله عز وجل غادي يمهد لك الطريق كله واي حاجه بات لك صعيبه ربي سبحانه وتعالى غيصرفها من الطريق واي حاجه ميسره وفيها البركه هي اللي غيجلبها لك الله للطريق ديالك ففي هذه الحاله سي عبد اللطيف باش ما نخسروش الخواطر ديال العائله قول لهم انا كلامكم هو الكبير ولكن خلوني نستخر مع الله تعالى وملي غتستخر الله تعالى غتشوف الاشياء كلها ممهده حتى الا كان داك البنت فيها الخير غتلقى القلوب ديالهم تلين وغتلقى نتوما تابعينك الا كان ما فيها خير غتلقى الموانع ولكن انت الحمد لله ما دمتي كدير الخير مع الفقراء ومع المساكين لن يخيبك الله جل علا وغادي يحفظك وغادي يرعاك وشكرا لك يا سي عبد اللطيف ربما قربنا غادي يودن الاذان ديال العشاء معنا واحد مكلمه من قلعه الصراغنه مع لاله خديجه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور حياك الله اختي خديجه انا فرحانه هذا النهار باللي هضرت معاك يا مرحبا لاله دكتور انا 7 سنين وانا مزوجه ايه ومشيت عند الدكاتره وراجلي دار تحاليل وانا وكل شيء زعما الدكاتره تقول لي حتى شي حاجه ما عندك حتى شي مانع ايه وصافي انا ما بقى لي زعما حتى شي امال بغيتي نشوف شي امال لي شي ضو يعطيني الامال حياتي وباقا نولد وباقا ندير ماشي لالا خديجة دائما الأمل موجود الأمل دائما موجود نحن البشر نعيش بالأمل مهما قال الطب دائما هناك الله عز وجل فوق كل شيء أنا مؤمنة بالله دكتور لا إله إلا الله وزعما تنصلي وتندعي الله كل ليلة وماشي زعما شي حسودة ولا شي حاجة أنا الإنسان بحالك ولدت شي وحدة ولا هذا تنفرح لها من قلبي هنيئا لك هنيئا لك لاله خديجه ماشي زعما تنحسد الواحد ولا شي حاجه ولا هذا ما شاء الله انا بغيتك توجهني يا دكتور وتدعي معايا وتدعي مع راجلي وتيسر الامور وكل شيء يا ربي يا كريم لاله خديجه يا ربي يا كريم ما تخافيش اختي خديجه هناك الامل انت مازال باقا صغيره والزوج ديالك الحمد لله وخطب كيقول بان عندكم بعض الظروف الصحيه ولا شي اعراض ولكن مع ذلك الله تعالى كبير اللي غندير لاله خديجه هي انك انت والزوج ديالك الا قدرتوا انكم تقيموا الليل انت وياه بجوجكم انكم تقوموا قبل الفجر بواحد ساعتين توضاو وتصليوا واحد ركعتين لله سبحانه وتعالى وتبداو في الاول تبداو بالاستغفار الاستغفار لان الاستغفار هو طريق الى انجاب الذريه الاستغفار طريق الى انجاب الذريه قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين العلماء قالوا بان اللي شعر بانه باقي ما ولدش وبغى الاولاد غادي يبدا في الاول بالاستغفار ثم بعد ذلك نقيموا الليل انا والزوج وفي السجود ديالنا وحنا ساجدين كنقولوا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز نعم
دكتور انا من كنركع تنقول اللهم لا تدرني فردا وانت خير الوارثين. اللهم لا تدرني فردا وانت خير الوارثين. فردا فردا نعم. فرد يعني بوحدي. هذا دعاء لسيدنا زكريا كان النبي من أنبياء الله وبقى بوحده ده 70 عام وما عنده أولاد ومراته عنده 60 عام يعني فاقوا الوقت ديال الإنجاب. ومع ذلك لما رأى السيدة مريم بقى شابة صغيرة عنده 17 سنة ولقى عندها الكرامات كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا زكريا كيشعر براسه بقى بوحده غادي يموت وما خلاش وراه الدرية. فربي عز وجل قص علينا هذه القصة باش ناخذه كأسوة لأن ما نقولش بدا خاص بالأنبياء والمرسلين لا هذا خاص عام للجميع ولكن الله تعالى جعل هذا المثال في كتابه العزيز باش ناخذوا جميعا أسوة. وشحال ديال النساء اللي كانوا كتار منك لالا خديجة وتقووا بالإيمان ديالهم وبالاستغفار وبقيام الليل وربي من اللي أعطاهم أعطاهم بالتوام وأعطاهم ذرية طيبة سليمة في جسمها وعقلها وبدنها ومباركة. ولذلك يقول ربنا عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كتكون ديك الذرية قرة أعين كتكون مباركة لأن جاءت بالدعاء والابتهال. فما عليك أختي خديجة إلا أنت وزوجك أتقوم الليل كل ليلة ركعتين قبل الفجر بساعتين استمروا عليها حوالي 40 يوما لأن لطرق الباب 40 يوم ربي ما يخيبه. أسأل الله الكريم المتعال لأختنا خديجة أن يرزقك الذرية الطيبة المباركة في القريب العاجل. اللهم عجل لها بالفرج اللهم أسعدها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين بحرمة وبركة وسر هذا الأذان الذي يرفع عبر المآذن في المملكة الشريفة. ونقول للأحباب الكرام حان وقت آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي تقبل الله صلاة الجميع. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. مستمعي الأفاضل تقبل الله منا ومنكم الصلاة وزادنا وإياكم خشوعا وأداء لهذه الفرائض الدينية في مساجد الله مع الجماعة. اللهم آمين يا رب يا كريم. ونعود إليكم مرة ثانية ونذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والمشاركة. أرقامنا 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. ومعنا مكالمة من فاس مع للا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكم ما تصورش قدش أنا فرحانة. لا إله إلا الله الله يرفع مقامك. قريبا كنت كلمت الأخت أمينة في المركب إيه للا ديال أم كلثوم وخليت لها الرقم ديالي إيه للا. الله يجزك بخير وهلي خطك علينا. أعزك الله أختي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. بغيت نسألك على بزاف ديال الحاجات. لا إله إلا الله إحنا عانينا الكثير والحمد لله على كل حال. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ليه الحمد اللهم له الشكر يا رب. على واحد الأخ مريض وكنقسم معاه وأنا صابرة ما يأسش من رحمة الله. لا إله إلا الله. منين مات الوالدة والوليد وإحنا معاه مستمرين وشفنا عليه الويلات هاد الخو لم الجيران تواحد ما كيصبرش ما شاء الله توقونا المرار عليه. اش عنده اختي خديجة الاخ؟ عنده الاكتئاب. الله. وش هل العمر ديالو؟ راه طالع تقريبا 70. الله اكبر. لا اله الا الله. من مواليد 1970. الله اكبر. الله يشفي حوالي 40 سنة. طالع في 70 سنة. في 70 سنة. الله أكبر. ومازال ما مزوج ومتقاعد كان أستاذ ولو كان تشوف لأنه ما كيصبرش على الصداع والجيران كل شيء ضد ما كل شيء كرانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.
واختي خديجة مثل هذه الحالة كثيرة في المجتمع ولات تتكاثر، وهذا كيكون مريض مرض نفسي وكيدير تصرفات معينة وحتى واحد ما كيتحملو وكيلقى العائلة في ورطة. شكوك أخويا، ومؤخرا هبط في ثلاثة الليل وضربنا، وبحال دابا لا جا مول الحانوت تيشد الباب، ولا هذا كيقول لك انتم متفقين معهم عليا، ولكن حنا عارفين اننا صابرين، عارفين شنو غنالو من عند الله. لا اله الا الله، محافظين عليه، مقابلينه من كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله. راني كنت كلمت السيد محمد بر الله يطول عمرك وعمره الخير يا رب، هذا الرجل الطيب الله يزيد مداده يا رب يا كريم، ومدادك حتى انت الله يخليك لينا بركه. اعزك الله اختي خديجه، الله يطول عمرك، ودعي معنا ومع واحد الاخت هذه مسكينه اللي مكافحه ما شاء الله، وخمسه اصلات تدي ديالها، وحنا واحد الاخ وضعنا فيه الثقه وتدعي بالايمان، وعودت له السر ديالها وتيجري، وفي الاخر كيصبح كيصبح الاسرار للناس اخرين اعوذ بالله اللي حنا معاهم ما عاجبيناش. لا حول ولا قوه الا بالله. صور اخي وكيدير الخير وكيبقى يمن اعوذ بالله، وقعدك الناس اللي كانت تشكاو له منهم كيديروا لنا صداع الخويا، كل شيء كيمشي لعندهم بدا حرشهم. لا حول ولا قوه الا بالله. علاش ما تجيوش تشريو مني بالسيف عند الدكان الحانوت؟ اياه لما ما نجيوش حنا نشريو ما كيعجبوناش، شي ناس كيكونوا عنده واقفين كنمشيو بحالاتنا جهه اخرى، هذا ولا كيمشي كاع داك الناس اللي حنا كنتشكاو منه وكيزند العافيه. لا حول ولا هذا هو الاسلام اخويا؟ لا ابدا، لا هذا هو الايمان بالله، هذا سلوك خاطئ. الله يغفر لنا الله يطول عمرك ويطلق القران ويظهر لك بان وكاين واحد الاخ بحال وجهك الله يزيد مثيله، الفم الساك تاع العار وكيساعد وشد فمو ضحو فوق راسه. لا اله الا الله. ايوا لا اله الا الله، الله يعطينا الصبر. اللهم امين اختي خديجه. ودابا الاخ ديالكم كي درتوا معاه؟ شتي نعاود لك، انا تعرف الصبر اللي عندي، انا كنشوف امي اللي عز منها الله، وعمري ما فرقت 16 سنه وانا جالسه معاه ليل ونهار، ومع ذلك كنشوفها قدامي غادي وكنقول لها يا امي الحبيبه انت عزيزه عليا والله واعز منك، ما قلتش كلام العيب، كنصبر وكنذكر الله سبحانه وتعالى. فاش جبت لاختي الاخبار كنقول لها انظر امي حلت عينيها، قالت لي امي مشات لعند الله. لا اله الا الله، الله اكبر والحمد لله على كل حال. لا اله الا الله. لكن كنشوف علاش حنا مسلمين فقط ما ياخذ بيد واحد الاخ راه مريض ماشي لخاطره، الله يحسن عوانه، هما اللي توقفوا معانا وتحنوا علينا في كل شيء كيبقى يوقف ضدك، الا قلتي لهم علاش تحط الطوموبيل في 12 الليل الكاميو كيجيو كيديروا لك الضد. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول، كل شيء متاع حتى اللي كيدير الحي ما كيديرهمش على اساس وما كيخافش من الله. ما شاء الله ما شاء الله. وانا تمنيت باش تعرف شحال راني صابره ونخرج في الصلاه على النبي باش نتوصل لك، وربي شاهد عليا، وراها الاخت لالا امينه هي اللي تعاود لك شحال اتصلت قالت لي راه ما كيساليش راه كيكون في هذا، قلت لها واخا انا صابره ان شاء الله حتى نتصل به وربي هو ما خيبنيش. ما شاء الله اختي خديجه، انا الحمد لله تنخرج الاورده ديالي كنقرا القران ولو اني ضعيفه البصر، ومع ذلك كنطاول كما كنت قلتي واحد الحاجه الله يطول عمرك، فانا خرجت لا اله الا الله 15000 مره تبارك الله، وبهذه كان هذا الاخ ما تيشوفش فيا، وطحان دابا الا مشيت غير ما قلتش نهار كيطير له كيبدا يغوت سبحان الله، قلت لي ولف عليا سبحان الله العظيم. اه سبحان الله العظيم، ادعي معنا الله يطول عمرك يا رب. خديجه بغيت نسولك على خديجه، بارك ويقويك يا رب ويخلي لك وليداتك. اللهم امين اختي خديجه. لا اله الله، وراك عندنا عزيز وغالي، ربي شهد عليا الاخت ديالي بغات تكلم معك. مرحبا لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، ويزيد مدادكم. اللهم امين لاله، الله يخليكم للخير والاجر الحسن يا ربي يا كريم، ونعم ونعم العم ونعم الاخ وكل شيء مجموع فيكم، الله يكرمكم والله يعطيكم محبه تجعل الخلق كله كيعترف بكم السيف قريبا. اكرمك الله اختي، حافظك الله ورعاك الدكتور الطيب قريبا، الله يكرمك، احنا رجعنا واحد ما باغيين حتى حاجه يا لله، فقط دعاء
يا إلى رب. الله تعالى يا رب يفرج علينا فرجة الخير يا رب وعلى هذا الأخي الشافي اللهم آمين يجمعنا به ما بقلنا غير هو لا إله إلا الله الله يكرمك ويسهل عليك السي قريبا اللهم آمين أختي خديجة اللهم آمين لله الله يجازيكم بخير يا رب يا كريم عنا أفضل الجزاء يا رب لأنكم الصراحة شنقول لكم نعم المؤمنين واستفدوا الناس واستفدوا واستهدوا على يديكم الله يكرمكم الله يكرمكم الله يحفظكم اللهم آمين به الذكر الحاتم أنا أصلا تدي والحمد لله إيماني ما بعدش منه إيماني قطة لله الحمد ونعافى بأن الابتلاء من الله والابتلاء حمد الله عليه ولكني شنقولك الله يديم ما خلق اللهم آمين يا رب الناس ماشي بحال بحال وجهكم طيبة ماشي بحال هذا راه كتعرف المؤمنين فيهم وفيهم كاين اللي مؤمن كاين اللي كيضاهر والله حاسب كل واحد ما شاء الله اسمح لنا سي خويا لنا نقبلك بزاف والله مرحبا لا الله يحفظكم لا اللي كنطلبوا منك هي الدعاء باذن الله تعالى خلينا وجميع امه سيدنا محمد امين امين يكرمكم. امين يا رب يا كريم لاله خديجه حنا كنشكركم وكنقول لكم الله تعالى معكم راه المؤمن مصاب المؤمن مبتلى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا إذا أحب الله عبدا واش أغناه لا إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صبر اجتباه ربي عز وجل حينما يريد أن يجتبي عبدا أو أمة من عباده باش كيبدا ليه الطريق باش يبدا العطاء كيبدا ليه بالمنع هذه من أصول التربية الإلهية الله جل جلاله إذا أحب عبدا لا يبادره بالعطاء يبادره بالمنع وكلما منعه ثم احتسب ثم صبر ثم خضع وركع وسجد آنذاك ينجح في الامتحان فيجتبيه المولى سبحانه وتعالى إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صبر اجتباه ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله ما عليه ذنب انتم اخواتات الحمد لله بنياتكم المحبة والمحنة الله يزيدكم محنة ومحبة دائمين هذاك الاخ 70 عام ما تزوج ما دار وليدات خرج تقاعد وعنده اكتئاب حاد الله يحسن عوانكم احنا عارفين بان هاد العدد ديال العائلات عندهم رجال اما شباب او كهول مصابين بهذا المرض اللي هو خطير جدا مرض الاكتئاب كيخلي الانسان ما مرتاحش في ذاته وكيعذب الآخرين دائما كيصيح دائما كيدير حركات اللي فيها عنف دائما مقلق ومتوتر وديما هما حازنين الله يحسن عوانكم كنتمنى وإن شاء الله تعالى في القريب العاجل تفتح مستشفيات وتوضع مؤسسات تكون رهنة إشارة استقبال هؤلاء المكتئبين للأسف الشديد الناس من كيكتئبوا كيدهم بعض الأماكن بحال بويا عمار بحال عدد كبير ديال الأضرحة كيزداد سوءا والآن ولا المجتمع محتاج احتياج شديد جدا إلى مؤسسات طبية ديال العلاج النفسي لكن ماشي بالطريقة اللي معمولة الآن في بعض المستشفيات عبارة عن سجون منظمة أو كنلقاو بعض المستوصفات الخاصة ولكنها غالية الثمن ما يمكنش للعائلة البسيطة توضع المريض ديالها في ذلك المقام كنتمنى إن شاء الله تعالى أهل الخير يتنافسوا والحمد لله واحد السيدة فاضلة من أهل الخير راهي الآن كتقوم ببناء واحد المستشفى كبير خاص بالأمراض النفسية اللي غتوضعوا مجانا للفقراء والمحتاجين وإن شاء الله تعالى قريبا غيشوف النور ومن اللي غادي يقرب إن شاء الله غنتمنوا نستضفوها في هذا المنبر وتحكي لنا لاش دارت هذا المستشفى وما هي الغاية لقات بأن المرضى اللي هما عندهم أمراض عضوية كيمشيوا كيلقاو العلاج الحمد لله طب على كل حال لا بأس به لكن من اللي كيتعلق الأمر بالأمراض النفسية كنلقاو العائلات كيعيشوا واحد العذاب مستمر ربما ذاك المريض يقدر يضر من النار يشعل العافية يقدر ينتحر يقدر يقتل يقدر يخرج وما يرجع معاناة شديدة فنسأل الله تعالى أختي خديجة أن يحفظك أنت وأختك ويرعاكم وذاك السيد اللي الله يغفر لنا وله كيفش الأسرار رأى إفشاء الأسرار بعض المتدينين دون أن يشعر ربما تربى في التقاليد والعادات على إفشاء الأسرار كان كيسمع العائلة كيتكلموا في فلان وفلان وبقات معها التربية رغم أنه تدين وأصبح مستقيما واستعمل لحية ولا رجل فاضل ولكن بقات تربية دي الأيام زمان مسيطرة عليه
فلا بد أنه يحرص على تغيير أنماط التربية السابقة، لأن التدين ليس فقط باللحية وإنما بالجوهر بالأعماق الداخلية. كل إنسان كيربي نفسه، كيربي نفسه بالمجاهدة، كيربي نفسه بالصبر، كيربي نفسه بمخالطة الأخيار الأبرار، وهكذا كيعود صالح في المظهر والجوهر. أما إذا كان كيمن المن هذا كيبطل الصدقات. ربنا عز وجل يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كيعطي الصدقة أو كيعطي الإحسان وكيمن، هذا كيبطل كل شيء، مش هلي كل شيء الله يغفر لنا ولا. فأختي خديجة نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، وإن شاء الله بقوا معنا في ختام الحلقة ندير واحد دعوة ديال الخير جماعية، وإن شاء الله بإذنه جل علاه ينزل ألطافه الخفية علينا جميعا ويفرج همومنا وينفس كروبنا ويجمع شملنا ويقضي حوائجنا ويجعلنا وإياكم من عباده الأبرار الأخيار. آمين يا ربي يا كريم. نتحول من فاس إلى طنجة مع أختنا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفين على فاس؟ الحمد لله. لا شيماء بغيت معايا بالعين. نعم لا شيماء قلت لك بغيت معايا بالعين. العلم؟ آه. الله أكبر، هذه أعظم نعمة وأجمل دعوة. أي علم من لا شيماء؟ واش العلم الشرعي أم العلم الديني أو الدنيوي؟ يا ربي يا كريم، شحال العمر ديالك؟ 19. تبارك الله، باقا شابة صغيرة. كتدرسي في المدرسة في الثانوية؟ لا، كنتعلم الخياطة. صافي. مزيان الحمد لله، الخياطة فيها منفعة، وأكيد أنك إلا كنتي غير محظوظة فيش تكمل الدراسة ديالك. الحمد لله في المملكة الشريفة عندنا أبواب المجالس العلمية مفتوحة، راه الحمد لله كاين دابا الآن في المجالس العلمية فيها مجالس ديال العلم اللي ربما قد تفوق ما في المدارس والجامعات والمعاهد. ما عليك لالا شيماء الا تقصدي المجلس العلمي ديال طنجة اللي قريب لكم، وتشوفي الخلية ديال المرأة، وتلقي تما يا علوم شرعية وأدبية ولغوية نافعة بإذن الله. فنسأل الله تعالى لأختي شيماء أن يرزقك هذا الطلب ويفتح عليك فتح العارفين بالله، وتكونين إن شاء الله من العالمات. ركين عالمات جليلات بدأوا بعد عمر طويل من الصفر، واستطاعوا بقوة إيمانهم واستطاعوا بقوة إرادتهم أن يصلوا إلى مرتبة عالية جدا في العلم والفهم والإدراك، ونفع الله بهم خلقا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على هذا المسار الفاضل. آمين يا ربي يا كريم. غنتحولوا من طنجة إلى الراشدية مع لالة فاطمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي فاطمة. حال قريبة لاباس؟ الحمد لله لالة. لاباس عليك. الله يبارك فيكم. الله يجازيك بخير. مبروك عليك مولدة. الله يبارك فيك لالة. الله يجازيك بخير. الله يمكثر في وليداتك. إلا ما تدعيلي مع وليداتي، تدعيلي مع هذا الراجل المريض. يا ربي يا كريم. احنا علينا الله، الله يسهل عليك. يا ربي يا كريم. الله يجازيك بخير. لالا فاطمة، كنشعر بك بأنك مهمومة بزاف. لا إله إلا الله. الله يسهل عليك ويجازيك بخير. يا رب. أش دارك أختي فاطمة؟ فين الهم؟ منين صابك لالا؟ تبغى تبين هذه النصف وشوية مصرف في العقل ديالي. الله 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 الله. ما يجزيك بخير. يا رب. كتب لي الله يحن لي الله على وليداتي. يا رب. كتب لي الله على ذاك الرجل. يا رب يا كريم. يا رب. يا رب. يسهل عليك ويجزيك بخير. اللهم أمين يا رب يا كريم. إلا كان شي ناس الخير اللي يسخروا لي واحد الكريسة الرجل عنده وضيع له. ما شاء الله. عندو الكريسة وضيع له. قطع له رجلو. الله الله. إن شاء الله يا فاطمة. الله يجزيك بخير.
هي فاطمة خلي لنا الرقم تليفون ديالك وان شاء الله ربي يسخر لنا الشي كروسة ان شاء الله نتصلوا بك نسلموها لك لالا فاطمة. لا اله الا الله. الرجل الكبير مقطوع عليه الرجل ديالو ولالا فاطمة عند المرض في العقل ديالها واكيد ان الوضع الاسري متأزم. شحال ديال الناس الان غلقين عليهم البيوت ديالهم وسدنا عليهم المنافذ وربي اللي عالم وحده سبحانه وتعالى بالوضعية ديالهم. كلمة قالت لالا فاطمة قالت الله يحن علينا. هذه الكلمة كتختزل مقدار المعاناة اللي كتعيشها هذه العائلة. فلالا فاطمة ان شاء الله غتبقي معنا في ختام الحلقة. غنديروا واحد الدعوة ديال الخير من قلب خالص. نسأل الله المولى جل جلاله ان يرفع عنا واياكم الهم والغم ويفتح علينا باب الفرج وباب التيسير. إذا كان عندنا الغم والهم معنى ذلك ان الله جل جلاله يتنزه في ملكه كيفما يشاء ونحن العباد ما علينا إلا أن نخضع ما علينا إلا أن نرجو الكريم. وإن شاء الله تعالى اشتد أزمة تنفرجي غيج الفراج وغيج الفتح المبين وغيج الخير وغيج الرزق وغيج الصحة وغيج السعادة الأبدية في القريب العاجل. آمين يا ربي يا كريم. إذن للا فاطمة من الرشيدية خلتنا الرقم الهاتفي ديالها. زوجها محتاج إلى واحد الكروسة ديال الناس اللي عندهم إعاقة. إن شاء الله في القريب العاجل نوجدوها ونتصلوا بك للا فاطمة. حنا خلينا الرقم الهاتفي ديالك وغنتحولوا من الرشيدية إلى الرباط مع الحاجة عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حاج قريبان. حياك الله للا. الله يبارك فيك سيدي كل عام وانت طيب. أعزك الله للا. دكتور قريبان أنا بغيت نعيط لك غير باش نطمئن. سمعت شحال ديال الناس اللي كتعاني مع الأزواج ديالها وديك الشيء باش نطمئنهم. كالي اللي دوزت 10 سنين كالي اللي دوزت 7 سنين. أنا دوزت 33 عام. تبارك الله تبارك الله. 33 عام وقفت في جنبه وملي كان يعني ملي كان يعني موظف بسيط وديك الشيء وقفنا درنا كل شيء أدو درنا كل شيء بجوج ربينا الوليدات قريت الوليدات تبارك الله. واحد خرج عندي مهندس وبنيته ما كملتش درت لافاك ولكن ما كملتش تزوجات. الله يسهل عليها. أنا محل وقفت معاه ونعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمشكل اللي وقع لي وهو انا طلقت من الزوج ديالي. علاش ما تقول لي علاش الدكتور؟ لان غريبه الحاجه بعد 33 سنه ديال العشره وتربيه الاولاد وصلتوا للطلاق. طلاق نعم سيدي. لا حول ولا قوه. طلاق علاش علاش على على مكه والمدينه. الله 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 الله. انا رزقني الله الحب ديال مكه والمدينه. هنيئا لك هنيئا لك. ياك وكنبغي ما كنبغيش نمشي ندوز الكونجي ديالي فشي مكان اخر من غير انت نبغي نتفرغ في العمره. العمره ديال رمضان نبغي نتفرغ للعباده ديالو. هنيئا لك. وكنمشي بالايد زعما كنخلص انا الورقه ديالي يعني ماشي هو اللي كيخلص ديال المصاريف كنخلص ديك الشيء ملي كان عندي ديتو معايا ملي مابقاش عندي خديت التقاعد النسبي وجلست داك الشيء اللي عندي يلا باش كنمشي من منين جيت نهار ثلاث ايام جيت من العمره نهار ثلاث ايام رونوا الحباب وديك الشيء بنات عمتو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما بقى فيه والو دابا أسيدي. أنا غير كنطمئن هذوك الناس هذوك العيالات اللي كانوا كيعيطوا لك وكيقولوا لك حنا 7 سنين و 8 سنين. أنا من الحامدين والشاكرين يعني الله سبحانه وتعالى. أنا دابا تفرقت لله ديما كنت تفرغ الله ودابا عاود منين طلق عايشة مع الله في الليل وفي النهار الحمد لله. الله 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 الله. ومدام وقفت انا قال لي كلمه واحده قال لي هذاك المقام قلت له شوف قلت له شوف انا اعوذ بالله من قلت له واخا نوقف واخا نوصل للطلاق. هذه الكلمه كنت قلتها واحد المره قلت له واخا ما تفرقنيش على مكه والمدينه ولا وصلوا لي لا لا لا
وانا نوصل للطلاق. الله ما نقدرش نتفرق على مكه والمدينه الا لمت. انا ما بغيت حتى شي حاجه من الدنيا. انا بغيت ذاك المقام يقطع هو، يقطع وريقتك انت وانا وريقتي ونمشي انا، ما تخرجش عليا. المهم يمشي هو، مشى ورونه وحبابه وديك الشبله عمته، ومشى قبطوا جوج واحد المراه كبيره متبرجه وعندها 50 عام ولاش داكشي. عاد هو كيعيش ديك، عاد هو كيعيش، عاد ولا الراجل عنده 66 عام، وعاد الراجل مسكين عاد لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله ما شاء الله. وما هضرليش للعرس، ولد واحد كيكسب عندي، ولد وبنيته، البنيته مجوجينا، كنا تجوجنا هذيك الساعات بجوج الوليد، خلاني وحله في العرس بالولد. وقال لهم ديك فلوس ديال الطلاق تمشي، قلت لهم ما عنديش. داك الفلوس ديال الطلاق وداك الفلوس اللي كتمشي بهم للعمره تمشي دير بهم العرس الولده. وفعلا وقفت مع ولدي ودرت، ما مشيتش هذاك العام للعمره، هذا العام هذا هذا اللي دات هذا ديال سميتو ما مشيتش، حتى انا طلقت في العام الاخر، يعني دي في الرجب ديال العام الاخر، غير جيت في ثلاث ايام الراجل اللي هز الحوايج وجاد. انا ما فهمت والو، ما فهمتش، عيط نقول له اجي هذا الراجل نتفاهم انا وياك اجي، قول لي لا 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 صافي 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 صافي. هما راه ديك الساعه داروا البرنامج وداروا اللي بغاو معاه، هو توفى باه ودخل لواحد الاراضي والناس طمعات، الراجل كبير وعنده الكلاوي ومريض. انا بقى فيا دابا ماشي انا، انا دابا ما كنستنى من والو، ما بغى يعطيني ما كيعطيني. ما كنا مع 20 يعني، انا النص الكثير عليا ما شاء الله، والناس بالشهود ديال كل شيء وبالناس كلها عارفاني زاد بالله من قلت انا ما شاء الله. انا دابا اللي بقى فيا هو دابا اللي راجل كبر، وكنقول له رجع لولادك، انا ما ترجعش لي، رجع لولادك، غتبقى مجروق هذيك البيضاويه راه غتخرج عليك، راه غادي تبقى غادي يقبطوا لك رزقك وياكلوا رزقك وغتلوحك. ما شاء الله ما شاء الله، فهمتي؟ اما انا ما محتاجالوش، عندي الحمد لله عندي داك الرزيق ديالي وجالسه في الدار ديالي الحمد لله. ما عندي وليداتي جوجتهم اللهم لك الحمد ما شاء الله. والحاجه دابا حاليا حاليا انت كنت وحدك دابا ملي وقعت انا ولدي في الرباط، انا في الرباط وليداتي معايا، كل واحد في داره، وليداتي وليدي وليدي عاد عاد رصيتو، عاد درت له العرس وداك الشيء، وعاد رصيتو وداك الشيء فرشت له على قدري وداك الشيء، ودرت له العرس ديالهم تول وداك الشيء الحمد لله. الحمد لله ربي ما خيبنيش. هو شنو قبطاته حلفت له هذيك اللي قبطاته كان عارفها وكلات معايا في طبله وحده، لا حول ولا قوة. هذه دابا اللي خدات لعبوا لي لعبة، أنا جالسة فصت منهم وكما كيما كيبيعوش، أنا كنت عندي ورد ديال شعبان كنت صايم الله يقبل، وهما كانت الجنازة ديال شيخي نهار ثلاث أيام، وحنا جالسين هما جالسين الراجل ما في خبار والو، حتى هو راه حتى هو تلعب. لا حول ولا قوة. داكشي دابا واخا زعما راجلي مشى، حتى هو مشى ضحية، يعني لعبوا به داكشي ديال التشعويد وداكشي، الراجل ما بقاش تيشوف فيه ولا تيقول له القاضي بغيت غنعرف هذه المرأة علاش غتطلقها. دار لنا 9 8 الجلسات. القاضي ربما غتجي غريبة، الزواج بعد 33 سنة. قال له هذه المرأة، قال له علاش غتطلق عليها طلق، ما فهمش كيقول له بغيت هذه المرأة علاش بغيتي تطلقها. انا دابا ماشي بقى فيا تنقول انا الراجل كبري في يدي وداك الشيء ما بغيتوش يبقاو يضحكوا عليه. ما شاء الله. واش فهمتي حمقوا ويخليوه سميتها. اما انا كلشي تيقول لك يمكن ربي بغى يهنيك منه، يمكن ربي دار هذا، ما يمكنش تكوني جيتي من ذاك المقام ويوقع هذا الشيء، اذا عندك فيه خير. ربما واش فهمتي الناس كيقولوا لي، الناس اللي كيسمعوا كيقولوا لي يمكن عندك خير خير هذا الشيء هذا. انا واخا هكذاك واخا داروا لي داك الشيء كله وهذا وما استسلمش، وكان اي طوطان صيفطوا لي ميساج اجي اجي نقوموا الليل اجي نكملوا داك الشيء في ذكر الله، اجي نمشيو بجوج العمره، اجي نمشيو نديروا، اجي راه غيضحكوا عليك البيضاويين راه غيديروا كل داك الشيء. في الاخر نعيط لبنت وقال لها قول لماماك راني تزوجت. لا اله الا الله. ايوا هذا ماشي الحماق، هذا عيط لبنت يلاه فاتحه هذيك ساعات بالمراره، فتحت انا وياها بجوج بالفتحه. لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والولد عرفتي ما حضرلوش نهار درنا العرس وديك الشيء، ومعيت البنت حكا جاتني لا زياغي شنو هاد الهضره هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر الولد مدخلينه في العمد، مدخلينه وديك الشيء جايبينه صحابه، وتيقول لهم تعيط له تيقول له ولدي أنا ما جايش، وكل بعدها ما قالوش ديك الهضره. ولدي بكى نهار العرس ديالو، ولد واحد، ولد واحد عنده، عنده وليد وبنيته. ودابا انا علاش عيطت لك الدكتور؟ يا لله. اي باش نقول لك ما انا من الحامدين والشاكرين. واللهم لك الحمد. الحمد لله. وغادي نمشي ان شاء الله
العمره ديال رمضان. هنيئا لك، الله يتقبل ان شاء الله. اللهم امين. غادي للضيافه ديال الواحد الاحد، والحمد لله من طلقت على مكه والمدينه ما طلقتش على شي حاجه خايبه، ما طلقتش على شي حاجه اللي كتغضب الله، وحاشا معاذ الله واش ربي غادي يتخلى عليا. وانا وقفت على مكه والمدينه وما يمكنش ربي يتخلى عليا، ومازال ربي انا مازال ربي غادي يبين لي الحق ديالي في هذوك الناس. ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك، انا ما كندعيش فيهم، ولكن حرام عليهم يتسموا لي ولادي. نعم لله. وباهم حي ما شاء الله. 33 عام ديال العشره، وهاد بنت عمته زعما راه حاجه بيت الله وكل شيء، وهي اللي جراته لهذا، لهذه خيتي هذه. هذا جميكسك جي تغمان. هذا السيده هذه اللي وجلست معايا في طبله وحده وكلات معايا زعما المكوني، كتعرفني وكتعرف ولادي وكتعرف كل شيء، كتعرفوا بلي عنده الحفايظ. بنتي راه عندها جوج البنيتات تبارك الله، عندها جوج تا صغيره، جوج تا 19 ans، راه عندها بنيته عندها 12 عام تبارك الله، والبنيته الاخرى عندها عامين، والوليد عاد تاهل. وزعما مثلا نقول له انت شحال بقى لك، لا انت كبرتي وصلتي لواحد السن اللي خصك ترتاح، واش دابا انت عاد تبدا داك الشيء من الزيرو؟ لا خاصو. وهذه اللي خدا ماشي شي وحده، هذا راه الخمسينات، 52 53 عام، يعني ماشي شي وحده صغيره. ما شاء الله ما شاء الله. لا يعني ما عليك، ما كنقول له انا ما بقى فيا حل ديال حتى شي حاجه، ما بدلتينيش بشي وحده اللي مسديينه. تبرج وش المرأة، اللهم اغفر لنا ولها، استغفر الله واتوب اليك على هذه الكلمة. المرأة متبرجة عندها الديباس لي 50 وسميتو وباقا متبرجة بعيدة من الله، ما كتحش حتى الشبهات، اللهم اغفر لنا ولها. اللهم امين. هذاك الشيء تنقول له واش انت خليتي كنقوم داك الشيء اللي خليه في سترة الله، داك الشيء بيننا وبين الله، ومشيت تنزل واحد لاباس، تنزل واحد المستوى كنتي طالع ودي غادي غادي وكتنزل، الناس كلها كتقول لهم هذا من الراجل كان البجار بالبجار وكان كيصلي وزعما يعني ما كيكمي ما كيشرب، زعما ما نكذبوش على الله سبحانه وتعالى، كان مصوم وزعما والفجر بالفجر والاحزاب ديالنا بالوقت داكشي زعما هذا، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. الحاج عفاف، بالنسبه للزوج ديالك ملي كنتي معاشره معاه، كنتي كيخطر لك في بالك في الذهن ديالك بان واحد غيجي واحد اليوم وتفرقي معاه؟ عمر كانت كتجيني هذه في البال، كنت كنقول غادي نتزوج الوليد ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنت كنتصور الموت، كنت كنتصور الامراض، كنت كنتصور كل شيء الا باش نتفرق انا وياه ابدا، ما كنتش كنقولها، كنت كنقول غادي نتزوج الوليد. ملي جيت هذا الشيء في الطواف منين درت العمره وديك الشيء هذا، وانا كنسعى وانا كنولى كنطلب الله وكنقول يا ربي سهلنا في هذا الوليد، حنا كنا غادي ندخلوا ونديروا العرس للولد ما شاء الله، ندخل متربي نديروا العرس للوليد، وديك الساعه تنقط يدي في يده، وديك الساعه نكون الرساله ديالنا سانينها مع الله سبحانه، مع داكشي ديال الدراري، وديك الساعه حنا متفرغين العباده والطاعه العمره والعباده وكل شيء، اي الحاجه ديال الخير اللي كيحب الله وداكشي. وخر منيش داكشي وقع قلت له يا ربي الامر عليك ما شاء الله. انا نيتي كيف كانت وهما نيتهم كيف كانت، انا نيتي كانت صالحه مع الله سبحانه وتعالى، وانا بقى فيا الحال قلت له، انا ما بقاش فيا الحال قلت له، قلت له دغيا تزوجتي وكتخدم في التاس، واش انسان 33 عام كيضربها دغيا في سميتو، دغيا تزوجتي دغيا طلقتي دغيا، يعني طلقنا طلق مي دابا عام باش طلقنا ما شاء الله، والراجل لا اله الا الله محمد رسول الله، دغيا تزوج دغيا. انا كنقول ما يمكنش الراجل 33 عام والو، هذه المراه عمرها شكون درت لك، وعم الله هذه المراه ما تنشي دغيا تزوج عليها، ما جلستي ارتاحيتي، ما جلستي عامين، ما جلستي ثلاث سنين، ما والو دغيا دغيا. اذا قلت لك انا قلت له، قلت له دغيا تفاهمتي مع ديك المراه دغيا، ما قدرتي تنسى ولادك دغيا، قدرتي تنسى مراتك ولو كون عم الله شكون درت لك شي حاجه. قال لهم لا ديما كنعوشر بوحدي، انا ديما هي غادا العمره، ديما انا كنعوشر بوحدي، ديما هي غادا في رمضان، يا بالحق انا كنمشي في رمضان اييه بالحق كنمشي، ديته معايا واحد المره خلصت عليه، كان سميتو، ولكن دابا ما عنديش، دابا انا عندي داك حنتخرجت عندي ديبار فولونتير، نعم عندي داك الشيء محدود، يعني كان داك الشيء محب زعما داك الحب ديال الله، انا راه ما عنديش لي مويان زعما باش نمشي، ولكن غادا دقه دقه، نعم قلت له ما عنديش باش نخلص لك، داك الساعات كانوا لي بخيم، كنت خدام انا في بنكا كانوا لي بريم وداكشي، ولكن دابا ما جالسه يعني يلاه مهز راسي انا ما شاء الله، كنقول له زعما وقفت معاه وصوبنا الدار وبهذا وقادين، يعني ما شاء الله ما نكذبش عليك، ينسى هادشي كله وسمح في هادشي كامل،
سمح في كل شيء ما شاء الله. هي شويه على بعد المرات، بعد المرات ملي حنت هو عنده داك لو ليسيالي وداك الشيء هذا، بعد المرات كان كيطير لي، بعد المرات كيطير لي بحال دابا الوقت اللي كنت انا كنصوب في الدار هو كيجي كيجلس في القهوه مع صحابه وداك الشيء وكيخليني انا اللي مقابله المعلمه هذوك، كيطير لي بعد المرات واش فهمتي لي؟ ولكن زعما المصلحه، نعم المصلحه، ما كنبغيش زعما كنت كنبغي زعما بحال انا واقفه مع الخدام اجي حتى وقف ماشي ماديا ومعنويا، واش فهمتي؟ اي لاله فهمتي يا الدكتور واسمح لي الغريب في الامر الحاجه القاضي ربما شنو المبرر اللي اعطاه الزوج ديالك باش يطلب الطلاق؟ لا ما لا تيقول له كتمشي للعمره، قال لي لا واش كتمشي للعمره كل عام؟ قلت لي يا سيدي كنمشي، قلت له ولكن بالرزق ديالي، ويسكت ما قال له والو، ما قالياش زعما علاش كتمشي وعلاش لا حقا هذه لا حقا ما هذه خاص الموافقه ديال الزوج. لا كيعطيها ليا كل ما كانش مال خرج كيعطيها ليا. نعم كيعطيها لي موافقه باش نمشي، وداك الشيء زعما انا دابا ما بقى فيا حتى شي، انا زعما راه ما ضيع ليا هذا الشيء الدكتور نكذب عليك. يا لاله معمر قلبي بالله بزاف، يعني دابا عندي واحد الفرحه ملي كيجي هذا الوقت ديال الرجب وداك الشيء كنولي مرفوعه كنولي في مكه وكنولي ما يعني ما قلبي عامر بالله، يعني انا دابا واخا الراجل مشى انا انا بغيت غير يبقى حدا وليداتو. الحاجه ربما كاين امكانيه يعاود يرجع لان هذا ابو اولادك، هذا الماضي ديالك وربما يكون المستقبل، واش انت بهذه السهوله غتنازلي وصافي طوينا الملف وكان الشيء لم يقع، ولا مازال بقى عندك امل يوقع العوده والصلح؟ انا اعوذ بالله من قلت انا كان انا اللي كندعي لله سبحانه وتعالى كنقول يا رب هذيك المراه ماشي ديالو، والله تعالى ندير له نسلك خير منها. انا تصيفط له الميساج وتنقول له شوف سير 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 دير شي عمره وسير غسل غسل كرشك من داك الشيء وطلب الله وداك الشيء فكك من هذاك الشيء، راه قلت له راه كندير شي رؤيه بك خايبين. لا حول ولا قوة بديك المرأة لا حول ولا قوة الا راه غادي تبقى حتى تحمق ولا توقع ديك. هو عنده ديجا مرض الكلى عنده الكلاوي مريضا وداك الشيء، تنقول له انا زعما كنقول له رجع انت، انا ما بغيتش ترجع لي انا، رجع لولادك. اي فعلا محتاج لي ولادك، انت بات ولادي، انت بات ولادي، انا كنصيفط له ما كيجاوبنيش. هو الماضي ديالك كله 33 عام ديال الحلوه والمره في يدو، يعني كبرت في يدو راه 33 عام. عشتي معاه اكثر مما عشتي مع والديك؟ اكثر من والديا، وقفت معاه وداك الشيء، وكان هو ديما كان في ديك الساعات كان هو في ليسكورت ديما مع سيدنا الله يرحمه كيخرجوا وداك الشيء في لا جوندارميري هو كاين. نعم كيغيب بزاف. وانا عانيت ما حيدت الخدمه ما حيدت الارض، هذا الدار كنصوم فيها والاولاد كنقريتهم بالفلوس وداك الشيء، على ما حتى هو عاوني ماشي معاوني، تعاوننا بجوج وداك الشيء، ولكن كان الهم كل نزل علي انا، الوقت اللي انا خصني نرتاح وجلس هو دابا روتخيت وغادي نرتاحوا بجوج ويقبط يدي في يده ويقول لي هاد المرة تعذبتي معايا والله يجازيك بخير وداك الشيء، هاد الارض اللي جات نمشيو نصاوبوا داك الولاد نشريو لهم محلات ديالهم وهاد الشيء اللي بقى نبقى نمشيو للعمره نمشيو للحج نصدقوا نرحموا حتى نمشيو عند الله. هذا الشيء هذا ماشي يجيب وحده اللي عاد يجيبوا له وحده هذا يدي له رزق وليداته. انا قلت له انا ما بغيت حتى حاجه من داك الشيء ديالك، انا غير خفت هذيك لا تحمقك وتخليك حمق على ولادك فهمتي. اما انا قلت له كتعرفني جو سي با ماتيرياليست، وكتعرف انا رزقي كله بعت دار وبعت يعني بزاف وصوبت هذه هاد الدار اللي انا وياه نص بها النص ديالي النص ديالو هذه دابا اللي انا ساكنه فيها، وما خليت ما درت مع ذاك الراجل وداك الشيء ولا الحمد لله والشكر لله. الحاجه انت دائما كتصيفط لي دي ميساج باغ تليفون، ربما يقدر يكونوا في الاستماع الان، اش ممكن تقول لي كميساج عبر الاثير اذاعه ميد راديو؟ تنقول له كنقول له اللهم بارك لك في شعبان. الله الله يا سلام. وبلغك رمضان. اللهم امين. واياه والله يرد بك لوليداتك. اللهم امين. وانا راه انا ما حقداش عليك، واخا درتي لي داك الشيء كله كتبقى ديما بوات ولادي، وما ما نبغي لك شي حاجه خايبه، وما نبغيش يضحكوا عليك الناس، وانت كنت سيد الرجال دابا ملي قفتو كنت ما بالضرب ما عرفتش كدير، واش كتنوض الفجر ولا ما كتنوضش شاي، واش كتعبد الله ولا ما كتعبدش، ما عرفتش شنو كان كيديروا بك، حاجه وحده انا اللي كنطلب منه، اللهم اغفر لنا ولاه. اللهم امين. اللهم اغفر لنا، واخا عذبني وبكيت عامين وانا كنبكي علاش حنجتني شمته، واش قدام النسيب ما رضيتش، قدام النسيب قدام الرجال تخوت كيفاش هاد الحاجه، هذا الراجل اللي
ني جا لا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه انت كثرتي من العمرات يمكن داكشي باش هذا وهذا وما كنتيش ديت تمشي للعمره وتخليه وما كنتيش ايوا. انا دابا اعوذ بالله من المتعين الى انا غلطه دكتور قريب قريب راني ساكت هي هذا انا غلطه انا امام انا زعما انا كنقول له يا ربي لا انا غلطه سمح لي. لا هو كان يفتخر بك يفتخر بك انك كتمشي للحج والعمره ولكن دابا مزيان انك كتقدمي الاعتذار ديالك. هذا كلام جميل كتقولي للحاجه كتقولي الا كنتي خاطئه كتطلب منه السماح. انا كنطلب منه السماح وخايفه عليه على ود خايفه عليه لا تمشي توقع له شي حاجه في صحته. انا ما طالبه منه لا يعطيني ولا يودي له ولا حتى شي حاجه. طالبه منه يلا رجع لوليداته وحتى لما بغاش يرجع لي انا الدنيا هانيه ماشي مشكل. المهم كيبقى بات ولادي بعدا كيكون تحت المراقبه الى رجع يكون تحت المراقبه ديال وليداته. اياها لاله اياها الحاجه هادشي اللي خفت عليه انا هادشي اللي خفت عليه انا كنطلب منه انا يرجع لوليداته. عنده وليد وبنيته كلشي كيحمقوا عليه وكلشي ومساكر ولا بحال كيقول لك لا حول ولا قوه ماما شنو هذا ماما شنو انت شو بابا الولد عرفتي الشهر هو كيبكي عليه. صيفط له ميساج قلت له شوف الا حمقاتك هذيك السيده ما تحمقليش ولدي ما شاء الله. شهور شهور عجزة ما بارك له العرس ما والو عجزة في الليل بالزريبه بالزربه بس مع هذيك الليله في الصباح مشى بحالو تيجري عند اخرى. لا حول ولا قوه الا بالله. كان كيحمق على كل شيء. الناس الامام ديال الجامع تيقول لك اللهم هذا منكر. لا حول هذاك الراجل مسكين كيف وقع به حتى مشى دابا صافي هذاك قال لك قضيه عليه. قلت له لا ما قضياش عليه. لا ان شاء الله ربي يصلح الامور ويجمع الشمل. انا كنسجد الله كنسجد الله وكنطلب الله وربي ولا بدا غادي يفكوا من هذيك السيده. انا كاع يرجع لي الدكتور كرمان يرجع لي لوليداته. انا طالبه يرجع. انا خايفه عليه على وليداته. هو دابا كنصيفطوا لي ميساج ما كيجاوبنيش ولكن المهم كيقرا ما شاء الله. حنت بعدا واش كنعرفوا كيقرا حنت بعدا ما كنقول له الولد وقع له وقع له وقع له كيعيط الولد كيقول له شنو عندك صافا ديك كرا قرا الميساج. نعم فعلا غير كيقرا ضروري هو ما تيجاوبني. قلت له انا ديك احنا مشاركين الاولاد خاصك تعيط لي وتسولي على الولد نبقاو في اتصال واخا احنا مطلقين. مشاركين الولاد باقي الولاد معكم نعم. دابا هو واش ياك الدين تيقول لك تخسر الراجل اللي كيكون مشارك هذاك خاص يبقى في اتصال ونكونتاكت معاه. يبقى في اتصال دائما يطمئنوا على وليداتهم لان مسؤوليه مشتركه. ملي كنعيط ليه كنقول له اجرى الولد بغيت نوجد له ما كيجاوبنيش. ما شاء الله. غنشريو الولد غنديرو له نفتحات بنتي ما جاش. ما شاء الله. حتى من بعد عاد جات طلع عليها. تحس بيا انا ما كايناش فتحت انا ما سولش فيا. يلا عيط للولد وقال له كي واش ماما قفخت من البنج ولا باقا واش درت لها العمليه مزيانه ما جاش طلع عليا ما والو. لا اله الا الله. زعما داك الشيء اللي وقع ديك الراجل كرهني ما عرفتش داك الشيء داك الكره ماشي طبيعي. ما شاء الله الله يفرج عليه. اسمح لي يا دكتور. العفو الحاجه العفو احنا سعداء بالمكالمه ديالك. وحنا كنحييوك كنحييوك على هذه الروح النضاليه والروح اللي هي متفائله والروح الايمانيه. عشقك لمكه والمدينه الله تعالى غادي يرفع مقامك الى اعلى عليين. اللهم امين يا دكتور. والله يخليك بغيت غير بس يعطوني نيميرو التليفون ديالكم الله يجزيك. واخا الحاجه واخا الحاجه مرحبا. ضروري بغيت نهضر معك شي مسائل اخرى. واخا الحاجه باذن الله انا غندوزك ستوندار وكنقول للحاجه العفاف الحمد لله ربي سبحانه وتعالى ما يخيبكش لانك انت ما ارتكبتيش خطيئه. كان صحابي جليل يحب صورة الإخلاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أحبك الله تعالى لحبك لصورة الإخلاص. فما بالك أنت الحاجة كتحبي مكة والمدينة أكيد أن الله عز وجل قريبا سوف يجعل لك فرجا ومخرجا مما أنت فيه. لعل زوجك يكون في الاستماع ونقول له يا سيد الفاضل السيد الحاج رأى رب سبحانه وتعالى شرفك وعظم قدرك بأن أعطاك زوجة مثل هذا الشكل قلبها معلق بالمساجد قلبها معلق بمكة والمدينة. ملي تزوجتي بها دخلت عليك مباركة ومسعودة أعطاك الله منها جوج ديال الأولاد كبروا الحمد لله وتوفقوا هما الآن في أحسن وضعية. على الأقل ما تقطعش الصلة بينك وبينها. على الأقل سول عليها. على الأقل خلي خيط المودة والرحمة بينك وبينها متصل. هذه ماشي فقط زوجة هذه نصفك الثاني هذه 33 سنة ديال العشرة. تفكر يا سيد الفاضل أول يوم خطبت الحاجة عفاف كانت مازال شابة صغيرة. تذكر من اللي درتوا الزفاف الميمون وحضرت العائلة ديالك والعائلة ديالها وتفكر كذلك
ملي كرمك الله تعالى بأول مولود ذكر وكانت الفرحة والسرور، ثم تذكر ملاتك الله تعالى البنية الثانية ودخلت عليكم بالرزق الوفير، تذكر الأيام السعيدة الجميلة اللي دوزتها مع الحاجة، كتفيق في الصباح الباكر كتلقى الإفطار، كتلقى الملابس منظفة، كتلقى الغداء ديالك موجود، كتلقى ولداتك مربيين، تفكر هادشي كله شحال ديال السفريات واللقاءات. لا ينبغي أن تمسح كل هذا الماضي الجميل 33 سنة بجرة قلم، راه الحاجة مازال قلبها متعلق بك. لا بأس أنك تكون متزوج ولكن ما تفرصش في الحاجة، لأن هي الماضي ديالك، هي أم أولادك وهي المستقبل ديالك. أرجوك ثم أرجوك إلا كنت في الاستماع الآن ارفع السماعة ديال الهاتف أو على الأقل صيفط لها غير ميساج وقل لها بأنك ما نسيتيهاش وبأنها أم أطفالك وأم أولادك وأم حفدتك وغتبقى معك دوما وأبدا. والصلح خير، والصلح خير، ولا مانع تكون مزوج وربي سبحانه وتعالى يوفقك ترجع الزوجة الثانية، الله يجمع بينكم في خير. وكان هذه الأنشودة للحاجة عفاف وإلى زوجها لعل القلوب تمتلئ بالمحبة والمودة والرحمة. هذه الأنشودة الطيبة نهديها إلى الحاجة عفاف من الرباط، نتصورها الآن جالسة بمفردها بعد أن كانت تمتلك أسرة مكونة من زوج قلبهم طيب رحيم ومن ابن وبنية كان يملأان عليها الفضاء. اليوم هي وحيدة منكسرة، ليس لها إلا الله، وكفى بالله نعمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ الحاجة عفاف ويرفع مقامها ويزيدها إيمانا ويقينا، وأن يجمع شملها مع زوجها ومع العائلة الكريمة في القريب العاجل. آمين يا ربي يا كريم. نتحول من الرباط إلى الدار البيضاء مع أختنا نعيمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدينا سيد كريزين عليك. حياك الله أختي نعيمة. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله إلى النهار كبير هذا، وحد الله العظيم. الله يكبر بك لالا. الله يخليك لينا وطول عمرك. أعزك الله أختي. وخلي لك وليداتك. أمين يا رب يا كريم. وبس تمنيتي إن شاء الله. اللهم أمين يا رحمن يا رحيم. الله يخليك، بغيتك تدعى ليا مع الواليد والواليدة. واحد البنيات يديروا الباك إن شاء الله. يا رب يا كريم. وشي بنات نيس بقين بلا زواج. إيه. الله يحمل عليك. يا رب يا كريم. الله يخليك صحتك. يا رحمن يا رحيم لالا نعيمة. الله يحفظكم. بارك الله فيك. أعزك الله أختي نائمة. إن شاء الله تعالى بدل لحظات غنديروا دعوة جماعية ديال الخير والبركة والتيسير، لأن دائما كيتصلوا بنا كيقول لنا الدعاء، نخليه إن شاء الله إلى الختام ديال الحلقة. ونسأل الله تعالى أن يحفظكم ويجمع شملكم ويرفع مقامكم ويحقق رجاءكم في القريب العاجل. آمين يا ربي يا كريم. وابقي معنا للا نعيمة في ختام الحلقة. ونتحول من الدار البيضاء إلى فاس مع أختنا سكينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. الحافظك الله لسكينة. ليلى خطك علينا كتفيدنا بزاف. يا مرحبا أختي. الله يسهل عليك، بغيتك تدعي معايا ومع راجلي يسهل عليه، بغينا ننتقلوا لفاس. إيه؟ بغينا نشريو واحد الدار، بغيناك تدعي معانا. يا ربي يا كريم يا مع اختي الصغار مني مزوجة دابا، والراجل هي وراجلها متوترين شوية، بغيتك تدعي معاهم الله يسهل عليك. يا ربي يا كريم، الله يسهل عليهم يا رحمن يا رحيم. واحد بنت خالتي راها دابا وكتشوف فيا وكتطلبني، كتقولي قولي يدعي معايا. يا ربي يا كريم. بنت خالتي باقية ما مزوجاتش، وحيت كيجي رمضان كيجيها شوية ديال الوسواس، كتقول لك راه واقيلا ما غاديش تقبل لها الصيام ديالها، بغيتك تدعي معاها يا ربي. يا رحمن يا رحيم يا ربي. الله يخطك علينا دكتور. أعزك الله أختي سكينة، حفظكم الله ورعاكم، الله ينوركم بنور الله، الله يفتح لكم باب تيسير وباب الفرج ويحقق لكم الرجاء. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. وإن شاء الله تعالى ندير واحد دعوة ديال الخير تكون جماعية. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن. طبعا كنقول بأنك تجينا مكالمات من عند المسؤولين كيقولوا بأن الدعاء نخلو في ختام الحلقة، ولكن هاد الناس قلوبهم مليئة بالإيمان
والامل ديالهم في الله تعالى، في هاد المستمعين والمستمعات اللي هما الان بالملايين، هؤلاء المستمعين والمستمعات بالملايين. ولا شك ولا ريب الناس اللي كيسمعوا فينا الان كلهم الحمد لله قلوبهم مليئه بالايمان ولسانهم رطبا بذكر الله. واكيد اذا امنوا على الدعاء ربنا عز وجل لن يرد الدعاء. لماذا؟ لان في الحديث اذا تجمع 40 من المؤمنين ودعوا دعوة الله تعالى يستجيب لها على ما كان فيهم من علل، على ما كان فيها من موانع، فقط تجمع 40 شخصا، فما بالك احنا الآن مجموعين بالملايين في مختلف بقاع هذه المملكة الشريفة بل خارج أرض الوطن من مختلف القارات. إذا دعوا وأمنوا لا شك ولا ريب أن الله جل جلاله يفتح باب التيسير وباب الفرج ويقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين. غنحر مكالمة في الانتظار من الدار البيضاء مع أختنا فتحة. ألو السلام عليكم. ألو السلام. مرحبا لنا فتحة. السلام الدكتور كريم الكذيب. الحمد لله الله يبارك فيكم لله. عندي الحلم بيت، عندي حلمت واحد الحلم بيتك تفسروا لي. نعم إذا كان ممكن مرحبا. عندي مرت خويا كانت حاملة بواحد الوليد. إيه. وهي حلمت بيه، هي اللي حلمت وطاح ليا وحلمت بلا جد. عندي واحد مرت عمي عندها واحد الوليد ديال عنده دابا عامين. إيه. وعطاها واحد الكوشي قال عطينا هذاك الوليد اللي حازمة. إيه. للاسف انقطعت للا سكينه للا للا فتحه من دار البيضاء. على كل حال هذه الرؤيه طيبه، كون هذه السيده ضاع لها وليد ودابا سبحان الله العظيم ربي كرمها بهذه الرؤيه المناميه بان هذا الوليد رجع، معنى ذلك ان 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 ذاك الوليد راه ما ضاعش، ذاك اللي خسر لها كيتسمى عند الفقهاء وديعه عند الرحمن، ذاك اللي ضاع لها راه عند الرحمن سبحانه وتعالى موضوعا عنده يسمى وديعة، وتلقى على باب الجنة يوم القيامة. حتى جاء في الحديث بأن أول من يدخل الجنة هم الأطفال اللي ماتوا في المهد، كيقول لهم الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين، انتم الصحيفة ديالكم بيضاء ما فيها لا ذنوب ولا خطايا. ذاك الطفل الصغير كيقول يا رب لن أدخل إلا وأمي وأبي في يدي لأنهم أولياء نعمتي، فكينادي على الأب وعلى الأم وكيدخلوا مع ذاك المولود إلى الجنة. فهنيئا لكل أم وأب ضاع لهم المولود وصبروا واحتسبوا. راه الفراق راه غير مجرد واحد فترة مؤقتة، راه سرعان ما تمضي الدنيا ثم يقع البعث والنشور، وملي غنتبعتوا غيسول بعضنا بعضا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبتنا يوما أو بعض يوم. راه هذه المعاناة كلها وهذه المشاكل كلها اللي عندنا راه كلها في خبر كان. أقول للسادة المستمعين، أقول لكم المقصد العام من شريعة الإسلام، كل ما تعانونه من مشاكل ومن هموم هذه مجرد ابتلاءات ربنا هو اللي أعطاها لنا، مرحبا بها ومليون ألف مرحبا. قد تكون هذه الابتلاءات كفارة للذنوب والخطايا، احنا كنخطئوا وكنذنبوا، اكيد ان الله عز وجل اراد ان يمحصنا، وهناك من الذنوب والخطايا ما لا يكفرها الا الالام، كتجيك الام اما عضويه او نفسيه. وقد تكون هذه الهموم والمشاكل والصعوبات هي مقدره من عند الرحمن، ربنا يتنزه في ملكه لكي يرى مقام العبوديه فينا. فنحن نقول نحمدك يا رب ونشكرك على كل ما أعطيتنا وكل ما ابتليتنا به، فكنقول للأمهات كلهم ما تخافوش، يوما ما سوف نموت ثم نحيا ثم نبعث إلى رب العالمين، وتلقي بأن كل واحد ضاعت لي شي حاجة غادي يلقاها أمام باب الجنة في انتظاره، غادي يقول يا ربي لو أنك عودت رجعتني للدنيا وابتليتني، يا ربي لو أنك أعدتني إلى الدنيا و شددت علي في الابتلاء. لما يرى العبد المؤمن الآثار ديال الابتلاء في الآخرة، كيلقى عنده مقامات رفيعة، حتى الناس كيقولوا فلان كيف أدركت هذا المقام الرفيع، كيقول لأن الله تعالى ابتلاني في الدنيا إما بفقر وإما بمرض وإما بابتلاءات متعددة، صبرت واحتسبت، ها قد جاء
الفضل من الرحمن. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويبارك فينا جميعا. تعالوا بنا نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نرفع الدعاء إلى الباري جل علا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا جميعا نرفع أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى في هذا الوقت المتأخر من الليل. كل واحد منا إلا والله تعالى أعلم بحاله، شحال ديال الهموم وديال المشاكل وشحال ديال الابتلاءات وشحال ديال المتاعب. تعالوا بنا نناجي الرحمن جل علاه ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. لا إله إلا الله، ونستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نحمدك يا الله ونشكرك على كل شيء، يا من بيده مفاتيح الغيب، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. سبحانك ربي الأعلى الوهاب، سبحانك ربي الأعلى الوهاب، سبحانك ربي الأعلى الوهاب. الحمد لك يا كاشف الغم، يا منفس الكرب، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه وكاشف السوء. نحمدك يا الله عن المحبوب والمكروه، نشكرك يا الله على نعمك الجزيلة وأفضالك الجميلة. آمنا بالمقدر والمكتوب، آمنا بالمقدر والمكتوب، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، لا نهلك وهو سبحانه رجاؤنا، لا إله إلا هو. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج همومنا أجمعين، يا رب نفس كروبنا أجمعين. اللهم من كان منا مريضا أو سقيما، اللهم طبنا في الغيب، شافنا جميعا من كل داء وسقم. رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم شافنا في أسماعنا، وشافنا في أبصارنا، وشافنا في عقولنا، وشافنا في قلوبنا، وشافنا في أنفسنا. اللهم بارك لنا في أيدينا وأرجلنا. اللهم يا رب يا كريم، حصنا بكلمة لا إله إلا الله، حصنا بكلمة لا إله إلا الله من فوقنا، وحصنا بكلمة لا إله إلا الله من أسفلنا، حصنا بكلمة لا إله إلا الله عن أيماننا، وحصنا بكلمة لا إله إلا الله عن شمائلنا، حصنا بكلمة لا إله إلا الله من أمامنا، وحصنا بكلمة لا إله إلا الله من خلفنا. اللهم حصنا بكلمة لا إله إلا الله من كل جوانبنا. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علينا حصنا حصينا يا رب يا كريم. اللهم فك عنا الأزمات، من كان منا مكتئبا أو يعاني من الوسواس أو يعاني من الهم والغم، اللهم طهر قلوبنا وأنفسنا من هذه الأمراض المستعصية. اللهم ارزق قلوبنا الطمأنينة، وارزقها الاستقرار، وارزقها الأمن يا ربنا.
إننا نعترف بذنوبنا وخطايانا. يا ربنا إننا ضعفاء وفقراء إليك، وأنت الغني وأنت القادر على كل شيء، أمرك بين الكاف والنون. إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. اللهم يا ربي يا كريم، املأ قلوبنا بالإيمان، املأ قلوبنا بالطهر والعفاف، املأ قلوبنا بالذكر والابتهال. اللهم يا حنان يا منان، ارزقنا الصحة البدنية، وارزقنا الصحة النفسية، وارزقنا الصحة الروحية. يا حنان يا منان يا رب العالمين، أولادنا جميعا اللهم يا ربي يا كريم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم ربهم على الإيمان والبر والتقوى، اللهم احفظهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم أنت المربي كما ربيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عن نفسه أذبني ربي فأحسن تأذيبي. اللهم أذبنا وأدب أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم أدبنا جميعا بأدب الإسلام. اللهم يا ربي يا كريم احفظ أولادنا وبناتنا من الآفات، احفظهم من الانحراف، احفظهم من الأخطار، احفظهم من المصائب، احفظهم من كل سوء. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، والدينا ووالديكم من كانوا على قيد الحياة، اللهم يا رحمن يا رحيم متعهم بالصحة والعافية وتمام العافية. اللهم اطرح فيهم الخيرات والبركات، اللهم أسعد أيامهم، اللهم طمن قلوبهم. اللهم من كان منهم قد التحق بك يا رحمن وهو الآن في قبره، يا رب ارحمهم رحمة واسعة، ارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اللهم اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. ارحم والدينا وأجدادنا وأعمامنا وأخوالنا ومن سبقنا بالإيمان من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم بدل سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا كريم الأزواج والزوجات، اللهم اجعل في قلوبهم المودة والرحمة. اللهم إن بعض الناس يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بينهم بالقيل والقال أو بأمور الشعوذة أو بأشياء متنوعة. يا ربنا كل زوج وزوجة اللهم املأ قلوبهم بالمودة والرحمة. اللهم اجعل حياتهم سعادة وفرحا وابتهاجا. اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم. وكل فتاة تنتظر الزواج اللهم ارزقها أنيسا يؤنس وحشتها. اللهم اختر لها من عندك الزوج الصالح الطيب المبارك. اللهم ارفع عنهن الموانع. اللهم ارفع عن كل فتاة في سن الزواج، ارفع عنها المانع، ارزقها القبول يا رحمن يا رحيم. اختر لها من عندك الزوج المبارك وارزقها منه الدرية الطيبة، واكتم لهم دوام العشرة الطيبة يا حنان يا منان. وكل شاب يحتاج إلى زوجة اللهم يسر له أمره، وافتح له باب التيسير، وافتح له باب الفرج يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين. من كان منا فقيرا يا ربنا إن الفقراء بيننا لكثر، وأنت الغني عندك خزائن السماوات والأرض. نسألك يا الله يا غني يا وهاب أن تغنينا من فضلك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغننا بفضلك عمن سواك. من كان يبحث عن عمل اللهم يا ربي يا كريم افتح له باب التيسير، افتح له باب الفرج. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. ومن كان يعمل اللهم ارزقه الإخلاص والإتقان في عمله. اللهم بارك له في أجرته. اللهم اغنه بفضلك عمن سواك. اللهم يا حنان يا منان من كان ينتظر المولودين اللهم
إن كل أب وأم يحتاج إلى مولود عجل له بالفرج. اللهم ارزقهم كما رزقت زكريا على كبر، وارزقهم كما رزقت إبراهيم على هرم. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، عجل لهم بالفرج بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا نور يا قدوس يا رحمن اغفر لنا الذنوب، اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، اغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، اغفر لنا الذنوب التي تمسك غيث السماء، اغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. اللهم يا رب اغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب الدعوات يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نحتاج إلى رحمتك وعفوك فعجل لنا بالفرج. اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه ويا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، اللهم يا كاشف الضر عن أيوب يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف غم المغمومين، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. يا سامع كل شكوى يا كاشف كل بلوى يا حنان يا منان، نسألك بحق قولك ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، ونسألك بحق قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم بحق هذا القول من قولك العظيم فرج عنا ما أهمنا، اللهم تول أمرنا بلطفك الخفي، اللهم تداركنا برحمتك الواسعة، اللهم أكرمنا بكرمك الشديد. يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف عنا كل بلوى، اللهم اكشف عنا كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثنا يا أرحم الراحمين، أغثنا فأنت ملاذنا وأنت عيادنا. نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم فرج عنا يا كاشف الغم، يا مزيل الهموم والغموم، يا رب العالمين يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا فيما جرت به المقادر. اللهم ألطف بنا بلطفك الخفي، اللهم ألطف بنا بلطفك الخفي، اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له. اللهم زودنا بالتقوى واغفر لنا ذنوبنا ووجهنا للخير أينما توجهنا، اللهم وجهنا للخير أينما توجهنا، يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة
وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.